الخير. قطرات الندى، لمحة شاعرة نقدمها لكم كل صباح. يا صباح الخير والسعادة على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة تلفزيون مصري من خلال شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، وأهلا بحضراتكم في حلقة جديدة ويوم جديد من صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا جازت. صباح الخير عليك يا جمانة، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج صباح الخير يا مصر. إحنا تربينا على إن الحياة مشاركة، الحياة ما بين الزوجين دايما بيكون فيها نوع من أنواع المشاركة في أخذ الرأي في كل حاجة، بيكون في مشورة في كل حاجة. واللي ما قالهوش بقى الناس انه كل واحد، طبعا احنا في مجتمع شرقي، فاللي ما قالهوش الناس هم بيدونا من خبراتهم في الحياه، ما قالوش ان البيوت بتمشي دايما بكلمه الست. ده قولا واحدا، مهما احنا طلعنا قلنا واحنا بنعمل وانا اللي بمشي كلمتي، وانا طبعا بيكون في امور لازم يحسمها الراجل، لكن 90% من الامور المتعلقه بالبيت والاولاد مين صاحب الكلمه فيها؟ للاسف هي الست فعلا. فطبعا سؤالنا بيقول بتسمع كلام المدام في ايه؟ وهنا عايز اسال جمانة سؤال، يعني هل انت شايفه ان الصح ان الزوج يسمع كلام مراته؟ ده الصح؟ ولا هو الاحسن له؟ مبدئيا انا بحييك، وكنت طيب. لسه بقى هتبسط اكتر، بس انت قلت للاسف، فانا يعني مش هبقى طماعه وهعتبر ان انا ما سمعتش للاسف. انا هعتبر هعتبر ان انا ما سمعتش كلمه للاسف دي. بس عموما انا يعني انا دايما بقول الجمله دي، وفي ناس بتزعل مني الحقيقه شاذلي، فكره انا ما بعترفش بفكره اصل انا الراجل او الراجل راجل والست ست. انا ما بعترفش بيها ليه؟ استنى بس، استنى هقول لك ليه، هشرح لك وهتقتنع على فكره. مقتنع انا؟ لا ده في البيت هنا عادي تقدر تقول رايك. هقول لك ليه. انا بالنسبه لي انه دول في الاول وفي الاخر ايا كان راجل او ست، هم شخصين مكتملين عاقلين راشدين، يقدروا كل واحد فيهم يقدر ان هو ياخد قراره او يكون ليه راي سليم في ايا كان الموضوع اللي بنتكلم فيه. فبيبقى هنا معتمده على يعني فروق فرديه، يعني في خبرات بالظبط كده. في ست بجد ممكن تكون اذكى من الراجل، في راجل ممكن يكون اذكى من الست، في اتنين هما الاتنين ممكن يكونوا اذكياء، في حد خبرته في مجال معين او في موضوع معين اكبر او اوسع، بتختلف. لكن مفيش حاجه اسمها في المطلق الراجل هو اللي كلمته تمشي او الست كلمتها تمشي، مفيش حاجه اسمها كده. لانه في ناس يا شاذلي يقول لك لا، انت عندك مثلا واحد مثلا بيشتكي من مراته مثلا او من خطيبته، او ان انت عندك نديه، في نديه. ايه المشكله في النديه؟ يعني انا مش يعني المفروض اعمل ايه؟ ده تلاقيه بيشتكي في اول الجواز ده. لا ما كان بيسلم امره. ايوه ما اتكلم، شفت لو قلت لك ايه زوجته او خطيبته بعد يعني فتره مش هيعرف يعني يكمل بهذا الشكل ده بالظبط. هي انا ما بشوفش ان في مشكله، هي انت شايفها نديه، بس هي مش نديه، هو احنا شخصين بنساعد بعض بنكمل بعض، ملهاش علاقه بالنديه. يعني الموضوع ملوش علاقه بالنديه، انت بتبقى داخل واخدها خناقه، فشايف صح. اللي قدامك ند بند. ايه المشكله ند بند؟ انا بشوف ان الراجل لو شخصيته فعلا قويه لا عادي جدا بيعرف يتعامل مع الست اللي قدامه، وبالمناسبه ما يقدرش يتعامل مع ست ضعيفه. وبستغرب جدا يا شاذلي لما مثلا ده ما تستغربيش عادي صح؟ انا في التفيه اتفضلي. في حاجه اقدر اساعدك في حاجه؟ طيب لما واحد مثلا يقول لك انا لازم الست اللي معايا تكون بتسمع الكلام في كل حاجه وما يكونش عندها حته النديه، احنا طول الوقت بنعدي مواقف صعبه في حياتنا. لو انت عايز ست معاك شخصيتها مش قويه وست تكون يمين يمين شمال شمال، اعرف ان الست دي في بعض الاحيان ممكن تبقى
اوكي مريحك فاين يعني زي ما انت عايز، بس لما تقع في موقف بجد او لما تبقى في مشكله كبيره هتحتاج ست قويه تسندك، هتحتاج حد قوي معاك يقدر يقويك. مفيش ست ضعيفه هتقدر تعمل ده، هتلاقيها وقعت معاك، هتلاقيها خدتك معاها وقت، او هتلاقيها حمل على كتافك. لكن عشان تلاقي حد بيشدك وبيشجعك ومره تانية بيقويك على اللي انت فيه، لازم تكون شخصيتها قويه، لازم تكون قادره ان هي تتحمل معاك عشان ما تكونش حمل وعبء عليك. وبالمناسبه ده اللي بيحصل بعد كده يا شاذلي، والراجل بيرجع يشتكي يقول دي حمل عليا ودي عبء عليا وما بتعرفش تعمل حاجه لوحدها. لا طبعا مطلوب المشاركه، لكن بما اننا بنتكلم عن المشاركه الاوسع في البيت في كل امور البيت المتعلقه بيهم هم كزوجين، قرارات كبيره متعلقه بالبيت، هنسيب المكان هنروح مكان تاني، التفاصيل الصغيره في اولاد كده، اعتقد ان الرجاله بيكون عندهم خبره يعني اوسع، حتى بيبقى عندهم الصوره مكتمله شويه في بعض الامور. لما تيجي المدام تختار حاجه معينه، معاد لأي حاجة خاصة بالولد أو بالبنت، فهو بيبقى طب ما نرتب المواعيد، فبيبقى عنده صورة أوضح شوية. لكن في النهاية خلينا متفقين أنه في البداية بيكون في حاجة اسمها صراع فرض الهيبة أو فرض السيطرة، ده في بداية الجواز. يعني أنا جاي لكم من المستقبل بعد 10 سنين جواز وبقول لكم أن ده اللي بيحصل، وكل الناس على فكرة بالمناسبة كل الناس اللي مر على زواجها فوق ال5 سنين عايشين نفس الموضوع ده، بدأوا يكبروا دماغهم بمنتهى الأمانة في الأول. طبعا احنا داخلين بقى وزي ما كانت جوانا بتقول في يعني ايه صدام بقى، احنا الاثنين داخلين نشوف كلمة مين اللي هتمشي، لا 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 مش هسمع كلامك، وهي تقول لا مش هسمع كلامك، انت مش تمشي كلمتك على ايه، فداخلين احنا الاثنين نخبط في بعض في الأول. اول ما بنعدي السنة الأولى والسنة الثانية بتلاقي الأمور هديت شوية، بعد شوية الراجل بقى بيحب ايه يريح دماغه، يشد الفيشة بقى، لأن في حاجات هتمشي ده بمنتهى الأمانة، يعني في كلام أو في حاجات المدام هتختارها هتمشي. فهو بيدرك ده مؤخرا طبعا، بس خلاص بيبقى ده الطبيعي بقى، هي لما تيجي تتكلم في بس الفكرة بقى في الزوجة تكون ذكية وهي بتتعامل، يعني مش لازم تيجي تديله الكلمة واضحة وصريحة ويبقى في الآخر كلمتها اللي تنفذت. ما يعني ها في الآخر يعني أحب تبان إن كلمتها هي اللي اتنفذت، يعني إحنا بنبقى داخلين سيسي لكن بتلاقي حنفي حنفي لا يمكن ابدا حنفي خلاص تمشي المرات، فيعني بالراحه يعني. بس هو زي ما انت قلت فعلا الفكره في الطريقه، يعني حسب ما اللي قدامك بيتعامل ازاي سواء راجل او ست. لكن في الاول وفي الاخر هي احنا عندنا مشكله انه عارف في حد ضحك علينا زمان انا ما اعرفش مين واقنعنا انه الست ما تنفعش تاخد قرار او ما تقدرش تاخد قرار. لكن احنا لو رجعنا مثلا للحضاره المصريه القديمه احنا الستات كانوا ملكات، يعني كانوا بيحكموا بلاد، الإسلام كرم المرأة. أنا ما أعرفش مين اللي طلع الإشاعة إن الست ما تقدرش يكون عندها حكم رشيد أو ما تقدرش تقول حاجة أو تقدر تقرر قرار فالراجل يسمعه. إحنا عندنا دايماً الراجل والست، طب ليه؟ طب ما نسمع بعض، يعني ليه الندية؟ ليه لازم كلمة حد تمشي؟ ليه لازم حد يبقى ليه زي ما بيقولوا كده يا شاذلي، عارف في أوروبا ودول متقدمة زي ما بيقولوا الأبر هاند، حد يبقى ليه يد عليا عشان كلمته تمشي. مفيش الكلام ده، ولا حد كلمته تمشي ولا اي حاجه. احنا بنتناقش والعادي انه مره، حتى احنا لو صحاب على فكره لو اخوات، مره انا هعمل اللي يريحك ومره انت هتعمل اللي يريحني. صحيح. يعني هي دايما بتمشي كده على حسب الموضوعات برضو، يعني على حسب الموضوعات وعلى حسب اهميتها وعلى حسب القرار وتبعات هذا القرار، حسب التجربه والخبره برضو. طبعا يعني ممكن مثلا يكون موضوع كبير، فمش مساله بقى ان انا اخد رايك المره دي والمره الجايه انت تاخد رايي، لا لو الموضوع كبير مثلا وانا شايف ان انا رؤيتي هي اللي صح وبالفعل رؤيتي هي اللي صح هنفذها، الموضوع منتهي ده يعني ما فيهوش جدل. بس انا بتكلم عن الحاجات التانيه المتعلقه بالبيت. عارفه انت الكوميك اللي يقولك احنا متفقين في اول الجواز ان هي تاخد رايي في الحاجات الكبيره، اما باقي الحاجات اللي هو ايه الحاجات الكبيره، قال لك بقى الصراعات في المنطقه ومش عارف وحاجات كبيره يعني مالهاش علاقه بالبيت اصلا. احيانا على فكره الست بتبقى فاهمه فيها كمان حتى اكتر من الرجال، عادي بتحصل يعني، حتى دي كمان مش سايبينها لكم. نعمل ايه طيب؟ انت شايفينه صح اعملوه. لا بس برضو لا انا يعني انا ما بقتناش فعلا انه الستات بقى وهي لازم الستات يا حرام كلمتها مش مسموعه والرجاله لا خالص. انا بشوف انه فعلا الشخص حسب طريقه التعامل وحسب خبرته. في ستات فعلا تقدر تدي قرار سليم بيكون ليها راي يحترم جدا، وفي رجاله برضو قرارها يحترم وبتبقى فعلا ليها راي زي ما بيقولوا كده رشيد او راي فيه حكمه، وفي ستات تانية
لا بتبقى سطحية جدا وما فيش حاجة تقدر تسألها فيها أصلا، ما فيش خبرة تقدر تعتمد عليها فيها. والناحية التانية في برضو رجالة يعني برضو نفس السطحية بالمناسبة، فهي ما لهاش علاقة. يعني هي كل الموضوع مبني على الخبرة والتجربة، وان احنا بنثق في بعض برضو يا شاذلي. يعني صح. انا لو واحدة شايفة مثلا ان انا جوزي او خطيبي او اخويا او ابويا طول الوقت بيضغط عليا، طول الوقت هو عمال بيقول لي حاجات عشان بس عايزني امشي كلامه، في وقت من الاوقات وقت ما اقدر املك زمام امري مش هسمع حتى لو في نصيحه ممكن تفيدني فعلا. لكن انا لو واثقه في اللي قدامي انه عايز مصلحتي، لا هبقى هنتكلم مع ده بعض. بيجي بعد الثقه طبعا. بالظبط. طيب على كل ده سؤالنا ومستنيين نشوف الناس هتقول ايه. طبعا يعني هو في النهايه هتلاقي كل الرجاله بتاكل عيش وهتقول لك لا ما بنسمعش الكلام ده على السوشيال ميديا وعلى السؤال بتاعنا. لكن السؤال. لكن اصله هيسمع، يعني هيسمع. انما السؤال بتسمع في ايه بقى؟ الكلام ولا لا؟ السؤال بتسمع الكلام في ايه؟ ايه الموضوع بقى تحديدا اللي تسمع فيه كلام المدام؟ ده سؤالنا الموجود على صفحتنا على فيسبوك في انتظار اجابات حضراتكم عشان نستعرضها خلال حلقتنا النهارده. بنصبح على حضراتكم مره ثانيه، اهلا بيكم وحلقه جديده من صباح الخير يا مصر. دلوقتي خلينا نروح عشان نصبح على زميلتنا دينا شرف ونتعرف منها على آخر أخبار الطقس والمرور في القاهرة والمحافظات، وكمان نسألها سؤال الحلقة. دينا صباح الخير عليك. صباح الخير يا جمانة. صباح الخير يا شاذلي. صباح الخير يا دينا. صباح السعادة لكل المصريين. أحمد جوزك بيسمع كلامك في إيه؟ لا بصي، هو مش موضوع سماع الكلام، يعني هو موضوع المشوره او ان احنا بناخد كل حاجه ما بيننا وما بين بعض بان احنا بنتشاور فيها. بس في حاجات كتيره جدا انا ابوك اللي ان هو يعني يبقى مختص بيها ياخد القرار فيها، مش خوف مني ان انا قراري ممكن يكون غلط، ولكن اعتماد اكتر على ان انا متاكده. هو غالبا خوف منك. لا ببقى متاكده ان هو هياخد القرار الصح، يعني ببقى واثقه في ده. فهو الثقه في الشخص التاني او في الطرف التاني اللي معاك ان هو هياخد القرار صح، انت بتبقى مطمن. وانت حتى لو هو لو كان واثق فيك برايك دي. لا هو بس انا عاجبني حاجه يا شاذلي ان انت وصلت لمرحله الاستيعاب. خلاص انت بقى مستوعب ومتصالح مع نفسك بالاستيعاب. هيتنفذ فتفضلوا. بس انا ليا وجهه نظر تانية كمان، ان الراجل اللي هو بيكون ليه شخصيه قويه بيحب الست القويه، يعني بيحب زي ما جمانة قالت كده ان هو يعتمد عليها، بيبقى يعني عارف ان في سند وظهر ليه هيبقى موجود دايما لو في اي لحظه كده هو حب ان هو يسال في حاجه معينه او ياخد رايها في حاجه، هو متاكد ان قرارها هيكون صائب وعقلاني وبذكاء كمان. ده بيكون مهم جدا في العلاقه بين الطرفين. لكن في حاجات تانية بتكون بسيطة كده للست لو بتعملها في البيت الراجل ما بيبقاش ممانع. يعني مهم نوصل لمرحلة الاستيعاب والتصالح مع النفس اللي وصل ليها شاذلي علشان الحياة تمشي والمركب تمشي. لكن دلوقتي خلوني بقى استعرض مع حضراتكم جولة سريعة كده في أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر، وخلونا نبدأ جولتنا من شارع رمسيس اللي بيشهد كثافات مرية متوسطة في الوقت الحالي مكملة لحد ميدان العباسية. ولو هنفضل ماشيين لحد تقاطع شارع صلاح سالم هنلاقي كمان كثافات بسيطة بس غير مؤثرة. ولو كملنا لحد ما نروح كوبري الجلاء هناك في سيولة مرية مكملة لحد طريق العروبة. لكن بالنسبة لكوبري المطار في كثافات نسبية غير مؤثرة هتبدأ تختفي واحنا داخلين على طريق المطار، وبتظهر بعض الكثافات على الطريق الدائري من ناحية منطقة السلام وفي النفق اللي جاي من الأقاليم للقاهرة عن طريق الطريق الزراعي. كمان المتجه من المنيب في طريق الاستراد والتجمع، وفي الاتجاه العكسي للي جاي من المعادي للجيزة برضو في مناطق في التجمع الخامس وفي طريقه للبساتين وزهراء المعادي. نروح معاكم لشوارع الجيزة، وعلشان نستعرض هناك الحالة المرية بتظهر كثافات بسيطة جدا على محور 26 يونيو اللي جاي من أكتوبر وبتستمر لحد ميدان لبنان. أما المتجه من مهندسين إلى أكتوبر في سيولة مرية كبيرة على المحور. كمان لو هنروح شارع الهرم اللي بيشهد كثافات مرية، ده بسبب غلق الشارع في الاتجاهين بسبب أعمال إنشاء خط المترو الرابع، والكثافات دي بتزيد مع ساعات الذروة الصباحية. لكن لو لسه مكملين في شارع الهرم الرئيسي بيشهد أيضا تباطؤ في حركة السيارات، ده بسبب غلق الطريق في تقاطع مع المريوطية وفي منطقة المساحة وشارع العريش ومذكور والطلبية. ظهرت برضو بعض الكثافات في منطقة مشعل وكثافات لحد شارع العشرين والطلبية. في كثافات للمتجه إلى كوبري الجيزة المعدني وشارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى العشرين. بتظهر كثافات على محور صفت اللبن المتجه من الدائري وصولا إلى شارع السودان، في كثافات مرورية متحركة. كذلك الأمر بكوبري عباس والجامعة والجيزة المعدني، وفي ظهر الكثافات بمحيط ميدان النهضة ده وصولا إلى إشارة بين السرايات وشارع النيل السياحي.
خلونا نروح معاكم لمحافظة أسيوط من طريق قنا منفلوط اللي بيشهد بعض الكثافات، والكثافات دي هتبدأ تقل بشكل تدريجي لحد ما نوصل لميدان أم البطل ومسجد الحسن في مدينة أسيوط نفسها، وقدام مستشفى الجامعة بتشهد هناك سيولة مرورية مكملة لحد جامعة أسيوط. ولما نوصل هنلاقي فيه كثافات مرورية بتبدأ تظهر ومكملة لحد شارع المعلمين، وبتقل بشكل تدريجي لحد طريق الدائري في المحافظة. لكن بالنسبة للطرق الخارجية فطريق أسيوط الغربي في سيولة مرورية، وطريق منيا أسيوط أيضا بيشهد سيولة مرورية. نكمل معاكم جولتنا المرية ونروح الإسماعيلية، والطريق الدائري في المحافظة بيشهد سيولة مرية مكملة لحد كوبري الشهيد أحمد منسي العائم وعلى طريق الإسماعيلية. ولو بدأنا الطريق من مبنى ميدان عام المحافظة هناخد طريق عثمان أحمد عثمان اللي بيشهد هناك سيولة مرية كبيرة مكملة لحد بداية شارع 6. لكن في الشارع هناك بتبدأ برضو تظهر كثافات مرورية متحركة هتبدأ تقل وتختفي لحد ما نوصل لطريق الشهيد عبد المنعم رياض. ولو هنروح لطريق أحمد أبو زيد هناك برضو في سيولة مرورية مكملة لحد طريق الإسماعيلية الزراعية. من جولتنا المرورية خلونا ناخدكم كده في جولة سريعة عن أحوال الطقس. والنهاردة الطقس هيكون مائل البرودة صباحا، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد. في شبورة مائية الصبح على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 30، أعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 38، وأقل درجة حرارة هتكون في مطروح 23 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل لكن بعد شوية. نرحب بحضراتكم مرة تانية، وكالعادة دايما بنبدأ معاكم أولى فقراتنا بأهم الأخبار والأحداث اللي حصلت امبارح، ومن أبرزها توجيهات سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بإعداد حزمة متكاملة من الحوافز والإعفاءات والتسهيلات في عدد من المناطق الصناعية واللوجستية في مصر عشان تشجيع تجارة الترانزيت وعمليات التصنيع والتصدير. امبارح كمان سيادة الرئيس تابع عملية تطوير الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، واللي بتتم في إطار رؤية مستقبلية شاملة بتتضمن تحديث الهيكل الإداري للهيئة ومقراتها التأمينية، وكمان بتحقق التكامل الإلكتروني والربط الشبكي مع الجهات الحكومية المختلفة. كمان امبارح الحكومة نافت الشائعات اللي ترددت بخصوص إلغاء الدعم العيني للسلع التموينية وتحويله إلى دعم نقدي. تفاصيل هذه الموضوعات هنعرفها في التقرير اللي جاي. أخبار كتيرة تصدرت الاهتمامات امبارح، أبرزها الاجتماع اللي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي للاطلاع على مستجدات جهود إنشاء محاور لوجستية تنموية متكاملة. ووجه سيادته الحكومة بإعداد حزمة متكاملة من الحوافز والإعفاءات والتسهيلات في عدد من المناطق الصناعية واللوجستية في مصر لتشجيع تجارة الترانزيت وعمليات التصنيع والتصدير وإعادة التصدير، بهدف إعطاء دفعة قوية لهذه القطاعات وزيادة مزاياها التنافسية. امبارح الرئيس عبد الفتاح السيسي تابع عملية تطوير الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي اللي بتتم في إطار رؤية مستقبلية شاملة تتضمن تحديث الهيكل الإداري للهيئة ومقراتها التأمينية، بما في ذلك مكاتب خدمة المواطنين التابعة ليها، إلى جانب تعزيز الميكنة والتحول الرقمي وتطوير الموارد البشرية، بالإضافة لتحقيق التكامل الإلكتروني والربط الشبكي مع الجهات الحكومية المختلفة، وأيضاً تحسين بيئة العمل داخل الهيئة. امبارح أكدت الحكومة أنه لا صحة لإلغاء الدعم العيني للسلع التموينية وتحويله لدعم نقدي. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء شدد على استمرار الدعم العيني للسلع التموينية كما هو دون أي تغيير في المنظومة، مع منح المستفيد الحرية الكاملة في اختيار احتياجاته من بين قائمة السلع اللي بيتم ضخها شهرياً لمنافذ صرف السلع التموينية. امبارح وزارة الداخلية كشفت عن عدد من الأرقام والخطوط الساخنة للحصول على خدمات قطاع الأحوال المدنية والرد على الاستفسارات والاتصال بالخدمة الصوتية على مدار 24 ساعة، حيث يتم التواصل على رقم 16582، ويمكن استخراج بطاقات الرقم القومي والأوراق الثبوتية الفورية لمكاتب الخدمات الجماهيرية والشركات والمؤسسات الكبرى من خلال الاتصال برقم 15340، ولكبار السن والحالات الخاصة المرضية والإنسانية وذوي الهمم على رقم 15341، ويمكن توصيل الخدمة للمنازل. كما تم تجهيز مراكز تكنولوجية متنقلة لتقديم خدمات القطاع من خلال الاتصال برقمي 15340 و15341.
امبارح نشرت شبكة CNN الأمريكية قائمة بأفضل المقاصد السياحية حول العالم اللي ينبغي زيارتها في عام 2023، وكانت القاهرة ضمن هذه القائمة. وأكدت CNN إن المتحف المصري الكبير هيكون أكبر متحف متخصص لحضارة واحدة، وبيضم مجموعة الملك توت عنخ آمون بأكملها. أما بالنسبة للأخبار، المحافظات فغالباً كده معظمها بيتكلم عن الخدمات اللي بتقدم للأهالي، زي مثلاً تشغيل وحدة الأشعة المقطعية المتنقلة في مستشفى طهطا العام في سوهاج. أيضاً شركة الكهرباء في إسكندرية أعلنت عن حل الشكاوى اللي وصلت ليها من المواطنين بنسبة 100%. كمان تم تدعيم منظومة النظافة في الخصوص وطوخ في الأليوبية بمعدات تكلفتها 10 مليون جنيه، وفي البحيرة فحص حوالي 3 مليون سيدة خلال مبادرة دعم صحة المرأة. أخبار تانية كتير من محافظات أخرى نتعرف عليها في سياق هذا التقرير. محافظات مصر شهدت مجموعة من الأخبار والأحداث، أبرزها إعلان محافظة أسوان عن بدء تشغيل العبارة النيلية الثانية لنقل الركاب والبضائع من السودان. العبارة تابعة لمدينة أبو سمبل السياحية بحمولة 50 طن، وبتتسع ل 100 راكب و10 أتوبيسات وسيارات نقل، وبتعمل ضمن أسطول العبارات الناقلة لحركة حافلات الركاب وسيارات نقل البضائع الوافدة من معبر قسطل البري، واللي بتنقل القادمين من دولة السودان على مدار 24 ساعة. في الوادي الجديد شهدت المحافظة وصول وبدء فرش الأثاث بمجمعات خدمات المواطنين في إطار مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز الفرفرة، وبيشمل الفرش 6 مجمعات بالوحدات القروية بنطاق مركز الفرفرة، واللي بيستهدف تيسير الخدمات المقدمة للمواطنين وسرعة إنجاز المعاملات رقمياً من خلال الشباك الواحد. في سوهاج أعلنت المحافظة وصول وتشغيل جهاز الأشعة المقطعية المتنقل بمستشفى طهطا العام. الجهاز ده بيعد الأول من نوعه في المحافظة، وهيحقق نقلة نوعية كبيرة في مجال تقديم الخدمات الطبية للمواطنين بسوهاج. في الإسكندرية كشفت شركة توزيع الكهرباء عن وصول نسب حل الشكاوى 100% على مستوى قطاعات الشركة، وده عن طريق منظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء، بالإضافة لمنظومة شكاوى وزارة الكهرباء وشركة التوزيع. في بني سويف أعلنت المحافظة إن إجمالي الكميات الموردة للصوامع والشون من القمح المحلي وصلت ل 98,193 طن منذ بداية موسم الحصاد، بنسبة توريد 43.2% من المستهدف بنهاية الموسم والمقدر ب 227,000 طن، وده وسط انتظام أعمال التوريد بكافة مواقع التخزين والاستلام على مستوى قرى ومدن المحافظة. في شمال سيناء بدأ 13 طبيب من كليات الطب بجامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة تقديم خدمات الكشف وإجراء العمليات مجاناً بمستشفى العريش، وده في إطار بروتوكول تعاون بين صحة شمال سيناء وهذه الجامعات لتوقيع الكشف الطبي على المرضى وإجراء العمليات الجراحية بالمجان. في الشرقية افتتحت المحافظة مركز رعاية وعلاج الحيوانات الأليفة بمديرية الطب البيطري بعد أن تم الانتهاء من رفع كفاءته وتطويره وتجهيزه بتكلفة مالية بلغت 3 مليون جنيه لتقديم الخدمات والرعاية البيطرية للحيوانات والحفاظ عليها. في البحيرة أكدت المحافظة إن إجمالي عدد السيدات اللي استفادت من إجراء الفحوصات خلال مبادرة دعم صحة المرأة منذ انطلاق المبادرة في يوليو 2019 ولحد دلوقتي 2,957,000 سيدة. في الأليوبية شهدت المحافظة توريد معدات نظافة لصالح مدينتي الخصوص وطوخ بتكلفة 10 مليون جنيه ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2022-2023 لدعم منظومة النظافة والمساهمة في رفع كفاءة عمليات الجمع ونقل المخلفات وتحسين مستوى النظافة العامة بهدف الحفاظ على صحة المواطنين. مرحب بحضراتكم مرة تانية، وخلينا نروح لسؤال الحلقة مرة أخرى. سؤال الحلقة: بتسمع كلام المدام في إيه؟ شوف بعض تعليقات حضراتكم على السؤال، حقيقة تعليقات لطيفة جدا. في سناء ثابت بيقول بيسمع كلامها في الحاجة الصح وشايف إنها صح. بحبكم جدا، صباح الخير يا مصر. صباح الخير على حضرتك محمد سلامة. صباح الخير على الجميع. بنسمع الكلام في كل شيء، وخصوصا المواضيع التي تخص الاولاد، وهنا غالبا المدام هي اللي ردت عليه امنيه محمد بتقول له انت حرام عليك احنا لسه الصبح. وبعد الرساله القويه دي على السوشيال ميديا فهو اكيد بيسمع الكلام. انا خايفه بقى كده، ابتديت اقلق ان تكون التعليقات دي مش حقيقيه. اكيد بيسمع الكلام.
في عبير سالم الغريب بتقول صباح الخير عليكم من بلد السحر والجمال عروس القناة الإسماعيلية، صباح الخير على حضرتك. بتقول والله الزوج يسمع كلام مراته لو في شيء هو شايفه إنه صح ويكون سبب خير عليهم. بصبح على أمي وتهنئة للنادي الأهلي وعلى الفوز والدعاء للوصول النهائي. صباح الخير على حضرتك. طبعا هو يعني ما هو أكيد شايف إن هي صح، ما دي مشكلة يعني لو هو مش شايف إنها صح بيحصل إيه بقى؟ ده سؤال برضه. علاء هارون بيقول صباح الخير عليكم، مين في مصر مش بيسمع كلام مراته؟ مصر كلها بتسمع كلام، لازم نسمع كلام في كل حاجه، في اي موضوع متعلق بينا في مصلحه البيت. احسنت يا استاذ علاء. في عبد الرحيم عيد بيقول صباح الخير من مصر على اهل مصر، اكيد بنسمع، اكيد بسمع كلامها لانها قوه عقليه اضافيه معايا. لازم احنا الاثنين نستفيد من حاصل دمج افكار العقلين مع بعض، ينصهروا في بطاقه واحده. زيدان طنجة بيقول أسمع كلام المدام في كل حاجة خاصة بالبيت، أما خارج البيت فالأمر شورى. في سلامة سلامة سعد بيقول الزوجة الصالحة علاء أبو زيد صباح الخير عليكم جميعا، أنا شايف أن الخبرة تحكم الكل، بمعنى لو هي عندها خبرة في مجال زي الطبخ مثلا كلام هيمشي. هو كمان احنا هندخل نتكلم في الطبخ يا أستاذ علاء، يعني هندخل نتكلم زودي بالك مثلا. لا مش الفكرة، ما هو يعني احنا هنسيب كل حاجه بقى كرجاله مثلا وادخل اقول لها لا الاكل ناقصه شويه ملح، حطي ملح، لا انت ما حطيش، حطيت طماطم قبل البصل، اكيد انا مالي يعني. كلام هيمشي، كلام يمشي بدون خلاف فيما طبعا، اما شيء يخص خبرتي فكلام يمشي بدون خلاف. وشكرا من البحيره من كوم حماده. مصطفى الفقي بيقول اجمل شيء التفاهم والاحترام والاخذ بالراي الصواب في جميع متطلبات البيت. المرأة عموما ربنا خلقها من ضلع آدم، فأكيد بنتناقش ونتشاور في كل أمور حياتنا وعلى حسب الموضوع، لو كلامها متوازن ومظبوط أكيد بسمع كلامها. ده الأستاذ هاني بيك العشر. ورد الحياة بتقول الحياة الزوجية لا يخطط لها مين يسمع كلام مين، لكن بترجع لشخصية كل طرف. أو ده الكلام الموازن بقى، بترجع لشخصية كل طرف والظروف الحياتية التي تمر بهما، فقد يجنب كل منهما قرار عن الثاني، وفي حالة ما كان الطرفين أسوياء ويدور بينهم نقاش أعتقد الموضوع المعروض بيفرض نفسه عليهم لأخذ قرار سواء من الزوجة أو الزوج. شكرا. طيب دي كانت مجموعة من التعليقات اللي جات لنا على سؤال حلقتنا بتسمع كلام المدام في إيه. في انتظار مزيد من تعليقات وإجابات حضراتكم على سؤال الحلقة، هنستعرضه بكل تأكيد في حلقتنا النهاردة، لكن دلوقتي هنروح لفاصل سريع ونرجع من بعده نكمل باقي فقرات. بنصبح على حضراتكم مرة تانية، ودلوقتي جه معنا مع أخبار الطقس بالتفصيل. وهيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة طقس هيكون مائل البرودة صباحا، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب البلاد، لكن بالليل الجو هيكون لطيف على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل أو الساعات الأولى من الصباح بيكون في شبورة مائية صبح على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. تفاصيل أكتر عن حالة الطقس معنا على التليفون دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة دينا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك، حابين نطمن منك عن حالة الطقس النهاردة، خصوصا أن حضرتك امبارح قلت لنا أن في ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة خلال الأيام القادمة. بالفعل يمكن احنا من اليوم هنبدأ ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة. اليوم درجات الحرارة ترتفع عن الأمس بحوالي درجة لدرجتين، لأن بالأمس سجلنا عظمى على القاهرة الكبرى 28 درجة مئوية، اليوم متوقع أن هي تكون 30 درجة مئوية بالنسبة للقاهرة الكبرى. الارتفاع ده بيشمل أغلب محافظات الجمهورية، لأن احنا هنتأثر بكتل هوائية صحراوية قادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية، فتدريجي هيكون في ارتفاع في درجات الحرارة. في كمان زيادة لفترات سطوع أشعة الشمس خلال فترة النهار، فبالتالي خلال فترات النهار ويمكن تحديدا فترة الظهيرة هنحس بالأجواء الحارة على القاهرة الكبرى، محافظات الوجه البحري، محافظات شمال الصعيد، أجواء دافية على المحافظات الساحلية المطلة على البحر المتوسط،
أجواء شديدة الحرارة على جنوب الصعيد ده هيكون خلال فترات النهار. خلال فترات الليل تدريجيا مع غياب أشعة الشمس تبدأ درجات الحرارة تنخفض بشكل كبير وبشكل ملحوظ في ساعات الليل المتأخر فترة الصباح الباكر. الأوقات دي هتكون أوقات مائلة للبرودة في أغلب محافظات شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى والشمال الصعيد. أجواء معتدلة على جنوب الصعيد خلال فترات الصباح الباكر وساعات الليل المتأخر. بالإضافة كمان أن احنا مع فترات المساء وساعات الليل الأولى بنبدأ نحس بنشاط نسبي للرياح، ده هيخلي في إحساس بالأجواء اللطيفة فترات الليل والأجواء الباردة خلال فترات الليل. فترة الصباح الباكر بالفعل بتتكون شبورة مائية على أغلب الطرق الزراعية والسريعة وقريبة من المسطحات المائية، وبتكون شبورة مائية خفيفة بتتلاشى فور سطوع أشعة الشمس، يعني تقريبا على الساعة 7 صباحا تبدأ الشبورة المائية في التلاشي ما تأثرش على حركة المرور. تدريجي زي ما قلنا هيكون في ارتفاع في درجات الحرارة حتى نهاية هذا الأسبوع. ذروة الارتفاعات هتكون يوم الثلاث والأربع الجايين، توصل العظمى على القاهرة الكبرى 34 إلى 35 درجة مئوية خلال فترة النهار. فعلى مدار هذا الأسبوع كله الأجواء هتكون أجواء حارة فترة النهار، فمهم جدا ناخد بالنا من فترات الليل لأن هيكون فرق بين فترة النهار وفترة الليل بيتجاوز 12 أو 14 درجة مئوية في بعض الأيام. أجواء فترة الليل هيظل فيها بعض البرودة، فمهم جدا كل السادة المواطنين ناخد بالنا نخفف براحتنا خلال فترات النهار. أيوة فترات الليل لازم نحافظ إن ما تكونش ملابس صيفية، بالفعل ما تكونش ملابس صيفية، أو حتى ممكن نصطحب معانا جاكيت خفيف لو احنا بنرجع من أشغالنا فترة الليل متأخر أو بنخرج فترة الصباح الباكر، خصوصا كمان ان الرطوبه مش مرتفعه قوي فما بنحسش بدرجه حراره الجو المرتفعه خلال الايام دي. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتوره منار غانم عضو مركز الاعلام بهيئه الارصاد الجويه، شكرا جزيلا لحضرتك. خلونا نتابع دلوقتي درجات الحراره المتوقعه النهارده وهنبداها من القاهره والعظمى 30 والصغرى 18، العاصمة الإدارية 30-18، إسكندرية 24-17، العلمين الجديدة 23-17، مطروح 23-17، دمياط 24-18، بورسعيد 24-18، الإسماعيلية 30-18، السويس 29-19، العريش 24-17، كاترين 30-10، طابة 31-18، حلايب 30-20، شلاتين 32-22، شرم الشيخ 33-22، الغردقة 33-21، الفيوم 31-19، بني سويف 31-18، الوادي الجديد 34-19، أسيوط 32-19، سوهاج 35-20، قناة 37-21، الأقصر 37-21، وأخيرا أسوان 38-22. في ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة النهاردة وعلى مدار الأيام القادمة، لكن نخلي بالنا في الساعات المتأخرة من الليل لأن بيكون في انخفاض أيضا ملحوظ في درجات الحرارة. هرجع مرة تانية لشاذلي وجمانة عشان نكمل معكم في قناة صباح الخير يا مصر. نشكرك يا دينا، شكرا جزيلا. مشاهدينا دلوقتي جه معدنا مع أهم الأخبار والأحداث اللي هتحصل النهاردة بإذن الله، كمان أهم الماتشات اللي هتتلعب في الجولة 36 من الدوري الإنجليزي. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة فهتنطلق فعلياً أولى جلسات لجان الحوار الوطني لمناقشة بعض قضايا المحور السياسي في مركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر، وهيتم عقد 4 جلسات، 2 منهم لمناقشة النظام الانتخابي لمجلس النواب والاثنين التانيين لمناقشة قضية القضاء على كافة أشكال التمييز، وده من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة وقضية تحدي التعاونيات، وده من ضمن القضايا المدرجة على جدول أعمال لجنة النقابات والمجتمع الأهلي. النهاردة هيتم انطلاق البرنامج الصيفي للطفل التابع لوزارة الأوقاف واللي هيستمر لمدة 3 شهور، وقررت الوزارة توسيع دائرة المساجد اللي هيقام بها النشاط هذا العام ل20,000 مسجد بمشاركة مجموعة متميزة من الأئمة والواعظات وخطباء المكافأة ومحافظي القرآن الكريم على مستوى الجمهورية. النهاردة هتنظم مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع بيت السناري بالقاهرة معرض فني بعنوان نقوش معاصرة، وهيتم افتتاح المعرض الساعة 6 مساء بحضور العديد من الشخصيات الثقافية والفنية والدبلوماسية. النهاردة العشاء الدوري الإنجليزي موعدهم مع 3 مباريات قوية في إطار الجولة 36 من عمر المسابقة، هيلتقي أفرتون مع مانشستر سيتي الساعة 4 العصر، في نفس الوقت هيلتقي برنتفورد مع ويست هام، ومباراة أرسنال مع برايتون هتكون الساعة 6:30.
بتسمع كلام المدام في ايه؟ ده سؤال حلقتنا الموجوده على صفحتنا على فيسبوك. نشوف بقى الناس بيسمعوا كلام زوجاتهم في ايه. خالد عشماوي، صباح الخير. لو كنت سمعت كلام مراتي كان زماني مرتاح جدا ومعايا الملايين. ده من الناحيه الماديه، ومن الناحيه العلميه ايضا لو رجع الزمن هطبق كلامها بالحرف. في يا استاذ قلقتني يا استاذ خالد. كل سنه وهي بخير. زوجتي الحبيبه فاطمه عبد الواحد مرسي، عيد ميلادها غدا. كل سنه طبعا الف خير، ربنا يسعدكم. طبعا المراه المصريه لا يوجد لها مثيل. تحيه اجلال وشكرا لبرنامجكم العظيم. شكرا جزيلا لحضرتك استاذ خالد. في اشرف مصطفى دمرداش بيعلق على كلامك يا استاذ، بيقول حنفي عشان تقدر تعيش مع اني برج الثور. طب والله طيبين برج الثور، والازواج كلهم طيبين والله، مش مساله ابراج. على كل، احنا معانا مجموعه كبيره من التعليقات هنستعرضها طبعا خلال حلقتنا النهارده. لكن امبارح كان في توجيهات رئاسيه بخصوص التطوير الشامل للهيئه القوميه للتامين الاجتماعي اللي بيتم في اطار رؤيه مستقبليه شامله تتضمن تحديث الهيكل الاداري للهيئه ومقراتها التامينيه ومكاتب خدمه المواطنين. ده طبعا بجانب بقى تعزيز الميكنه والتحول الرقمي، وكمان يكون في تكامل وربط الكتروني ما بين الهيئه وكل الجهات الحكوميه المختلفه. صحيح يا شاذلي، كمان التطوير ده الهدف منه تحسين مستوى الخدمات اللي بتقدم لاصحاب المعاشات والمستحقين، كمان توفير نظام تامينات اجتماعيه يقدر انه يلبي احتياجات المتعاملين مع الهيئه. دلوقتي احنا معانا على التليفون اللواء جمال عوض، رئيس الهيئه القوميه للتامين الاجتماعي، عشان نفهم منه اكتر عن هذه التوجيهات. صباح الخير على حضرتك يا فندم، منورنا في صباح الخير يا مصر. اهلا وسهلا، صباح الخير استاذه جمال. اهلا بحضرتك. لو حضرتك يا فندم تشرح لنا اكتر توجيهات سياده الرئيس واهتمامه بالتطوير اللي بيحصل في الهيئه القوميه للتامين الاجتماعي. هو الحقيقه يعني فخامه الرئيس مهتم اهتمام كبير جدا بموضوع التامينات الاجتماعيه، مهتم باصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، ودايما هو سابق بخطوات في التخطيط للمستقبل. الهدف زي ما حضرتك اتفضلتي وقلتي، احنا عايزين نقدم خدمه تامينيه للمواطن المصري تليق بيه. خدمه انسانيه فيها ادميه. فالحقيقه عملنا خطه وتم عرضها على فخامه الرئيس وصدق عليها. الكلام ده من بدايه انشاء الهيئه في سنه 20. والمتابعة الدقيقة الدؤوبة من فخامة الرئيس لكل التفصيلات دايما بيجيبنا، وها وصلنا لفين، أننا هنخلص دي امتى. فاحنا عاملين الحمد لله رب العالمين نظام منظومة معلومات جديدة للهيئة، تكامل وربط مع قواعد بيانات الدولة. تباعا كل جهة بنربط قواعد بياناتنا معاها بتشيل من على المواطن عبء. يعني النهارده لو حضرتك رايحه التامينات لاي عشان تاخدي اي خدمه من التامينات، بنقول لك هات الورقه دي والورقه دي والورقه دي. احنا لو ربطنا قواعد بياناتنا بالجهه مصدره الورقه اللي انا بطلبها طبعًا من المواطن، مش هطلبها طبعا، وبالتالي الخدمه ممكن تبقى لحظيه. يعني حضرتك بمجرد ما تشرفينا في مكتب تامينات قواعد البيانات شايفه بعضها وبتكلم بعض، خلاص ما بقاش في ورق، نقدر نقدم الخدمه وحضرتك تنتهي خدمتك وانت ما بقاش في ورق. يعني احنا بالفعل توصلنا للمرحله دي، ما بقاش في ورق خلاص. انا بقول ده الهدف النهائي. ده الهدف اللي احنا عايزين نوصله. احنا فين بقى؟ ده كان لقاء امبارح. يعني في 8 جهات لغايه النهارده احنا ربطنا معاهم خلاص، ويعني مخطط ان شاء الله اطلاق منظومه التامينات الجديده في شهر 10 باذن الله. ودي فيها بقى منصه الكترونيه، بدل ما حضرتك تشرفينا في مكتب التامينات، لا ممكن وانت قاعده في البيت تدخلي على الموقع بتاعنا او على بوابه مصر الرقميه وتطلب الخدمه بتاعتك وتؤدى الخدمه بدون الانتقال الى مكاتب التأمين. ده عظيم جدا، لانه هيأثر كتير قوي على اهالينا كمان، الناس اللي بالنسبه للمعاشات بالنسبه للتأمينات بعد بلوس المعاشات. بالتأكيد بالتأكيد. وفي ناس متخوفه يقولوا لا اصل اصحاب المعاشات يمكن ما لهمش شويه في التكنولوجيا علشان السن وعشان كذا، ممكن اولادهم يساعدوهم في البيت.
ما صاحب المجمع عنده ابنه وعنده بنته وعنده صحيح حبيب. وهو كده كده ابنه اللي كان هينزل معاه يروح لحد المكتب، فلما يساعده في البيت اعتقد ان هو هيريح، يعني هيريحه أكيد كتير أكيد. طبعا من انه يتعبه في المجمع كده. فهو الهدف النهائي كله رفع المعاناه عن المواطن في التعامل مع التامينات الاجتماعيه، بالاضافه الى محور ثاني تم التطرق ليه وهي خطه تطوير مقرات الهيئه. احنا طبعا لا يخفى على احد السادة مشاهدين يعني مكاتب التأمينات شكلها عامل ازاي، وان حوالي 50% من مساحة المكان عبارة عن ارشيف ورقي، ورق موجود واخد نص مساحة المكان صحيح. وبالتالي نص المساحة الثانية موجود فيه الموظفين وموجود فيه الجمهور. ف يعني كحل لل وفي ورق كمان يا فندم، يعني خلاص يعني مر عليه سنين كتيره جدا فبقى الورق تالف، عشان تروح تطلع مستخرج تاني فبتضطر تلف اللفه. يا اللي كنا بنتكلم عنه شويه، عمليه كبيره جدا. فيعني احنا هنسحب كل الارشيف ده على قاعده حفظ مركزيه ويتعمل له ارشفه الكترونيه ورقمنه للمستندات دي، بحيث ان احنا ما يبقاش في اعتماد بعد كده على الملف الورقي. طبعا ده مشروع ضخم ان يبقى عندك ارشيف بالضخامه دي، اكتر من 45 مليون ملف، وكل ملف جواه بقى مجموعه ورق، فموضوع ضخم وكبير. الحمد لله صدق لنا عليه امبارح سيادته، وكمان يعني طلبنا تطوير المقرات وانشاء هويه بصريه ليها، بحيث ان المواطن العادي وهو ماشي كده يقول ده مكتب التامينات، ده من الشكل الخارجي بتاعه بره، وان من جوه يبقى المكتب ده كانه فرع بنك، مجموعه شبابيك، اماكن لائقه لانتظار المواطنين، نظام انتظار آلي، الشغل كله على الحاسب، اقل قدر من التعامل الورقي مع المواطن، ياخد خدمته بسهوله ويسر وادميه تتمشى مع طبعا عطائه للدوله. طبعا سيادة اللواء ده كله كلام جميل جدا، بس عشان نقدر نقدم ده للمواطنين كمان والمستحقين، لازم يكون في موظفين مدربين ومهيئين ان هم يقدروا يعملوا الخدمات دي بهذا الشكل التقني العالي اللي يقدر ان هو يحقق السهولة دي كمان، على حتى ما يقدر يعود المستحقين على الطريقة دي، او يمكن على التكنولوجيا الجديده دي او ايه. الموظفين موظفين دلوقتي في تدريب ليهم ولا ايه اللي بيحصل؟ احنا يعني حضرتك اصبتي يعني كبد الحقيقه زي ما بيقولوا، لان ده برضو كان من ضمن الكلام اللي تم امبارح، ويمكن هتلاقي في البيان اللي صدر عن الرئاسه الاصلاح الاداري والهيكلي والموارد البشريه، هتلاقي الالفاظ دي هتلاقيها موجوده في البيان الصادر. ان احنا بالفعل بدانا من شهور، يعني بالضبط من 4 شهور بدانا في خطه رفع كفاءه الموظفين، واخدين فتره 3 شهور من شهر 7 لشهر 10 اطلاق المنظومه، نعود الموظفين وندربهم على نظام الحاسب الالي الجديد، لان طبعا هم متعودين على نظام شايفينه بقالهم 45 سنة صحيح، حافظين الأكواد بتاعت الحاجة وأماكن الشاشات، والبيان ده طبعاً في أي حتة في الشاشة. أنت بتغيري دلوقتي ده وبتعملي نظام جديد، الحمد لله بدأنا نستلم النظام ده وفي مرحلة الاختبارات بتاعته، وبمجرد ما نخلص الاختبارات هتبدأ خطة رفع مستوى ورفع كفاءة بإذن الله. بإذن الله. طبعا بشكر حضرتك جزيل الشكر اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بشكرك يا فندم على كل هذه الإيضاحات. دلوقتي مشاهدينا معاد موجز لأهم الأخبار مع دينا. شكرا لك شاذلي. 8 صباحا بتوقيت القاهرة، 5 بتوقيت جرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم.
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة تابع أعداد حزمة متكاملة من الحوافز والإعفاءات والتسهيلات في عدد من المناطق الصناعية واللوجستية في مصر، وذلك لتشجيع تجارة الترانزيت وعمليات التصنيع والتصدير وإعادة التصدير. جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل. وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي اطلع خلال الاجتماع على مستجدات الجهود المكثفة التي تشترك فيها الدولة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي لإنشاء محاور لوجستية تنموية متكاملة تربط مناطق الإنتاج بمختلف أنواعها بالموانئ البحرية، الجاري تطويرها لتصبح موانئ محورية ذات مستوى عالمي وطاقات استيعابية ضخمة. وفي هذا الإطار تم عرض الجهود الجارية لتطوير منظومة الشحن والنقل البحري والبري وتجارة الترانزيت المباشر وغير المباشر، وعملية تطوير حلول متكاملة للنقل وتداول الحاويات والبضائع عبر مصر، وأيضا مشروع إنشاء خط سكك حديدية بين العريش وطابة لإنشاء محور لوجستي جديد يحقق طفرة في عملية نقل البضائع والتجارة. كما وجه الرئيس السيسي باستمرار العمل على التطوير الشامل للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، خاصة من خلال التحديث الإلكتروني والأرشفة الرقمية. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني اللواء أمير سيد أحمد ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي اللواء جمال عوض. ووجه الرئيس السيسي برفع كفاءة مختلف مكونات بنيتها التحتية وحوكمة عملية الصرف والتحصيل، وذلك في إطار سعي الدولة لتحسين مستوى الخدمات التأمينية المقدمة لأصحاب المعاشات والمستحقين. وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع شهد متابعة عملية تطوير الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في إطار رؤية مستقبلية شاملة تتضمن تحديث الهيكل الإداري للهيئة ومقراتها التأمينية. عقد المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان ورئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني المستشار محمود فوزي حضر اجتماعا مع المقررين والمقررين المساعدين للمحاور الثلاثة للحوار الوطني للانتهاء من التصور النهائي لهيكل وشكل سير الجلسات النقاشية. وناقش الاجتماع التأكيد على مشاركة جميع الفئات والجهات والتمثيل المتكافئ على طاولة الحوار الوطني. هذا ومن المقرر أن تعقد اليوم 4 جلسات، اثنتان منها لمناقشة النظام الانتخابي لمجلس النواب، واثنتان لمناقشة قضيتي القضاء على كافة أشكال التمييز، وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، وقضية تحدي التعاونيات، وتقع ضمن القضايا المدرجة على جدول أعمال لجنة النقابات والمجتمع المدني. أعربت منظمة التحرير الفلسطينية عن شكرها لمصر على دورها الكبير في الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. ورحب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ باتفاق وقف إطلاق النار، موجها الشكر الكبير لمصر على دورها الكبير وجهدها العظيم للوصول إلى هذا الاتفاق. أعلن الجيش السوداني أن قوات الدعم السريع قصفت عددا من القرى في ولاية غرب دارفور، ما تسبب في إذهاق عدد كبير من الأرواح بالإضافة إلى خسائر في الممتلكات. وأضاف البيان أن قوات الدعم السريع تواصل عمليات القصف العشوائي على أجزاء من العاصمة الخرطوم، لافتا إلى قيامها بإجبار المواطنين على إخلاء منازلهم قسرا لاستخدامها في الأغراض الحربية. أطلقت الحكومة السودانية مبادرة بشأن الوضع الإنساني في البلاد، ناشدت خلالها المجتمع الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومنظمة الإيجاد وكل دول العالم لتقديم المساعدات الإنسانية. وتعهدت الحكومة السودانية في بيان صادر عن وزارة الخارجية بتخصيص ميناء بورت سودان ومطارات بورت سودان ودنقلة ووادي سدنة العسكري لاستلام المساعدات. وأشار البيان إلى أن وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الوطنية ستتولى عملية توزيع المساعدات.
الختام وموجز الثامنة، فاصل ونعود لحضراتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر. أهلا بحضراتكم. مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما واحد من أعرق المهرجانات السينمائية المصرية، وللحقيقة بنكون فخورين بيه دايما، خاصة بعد وصوله لدورة 71، وكانت طبعا شاهدة على تاريخ كبير جدا من الأفلام المصرية. صحيح، ومن أعرقها فعلا شاذلي، هو ابتدى سنة 1952، فهو مش بس أعرقها في مصر، ده في الشرق الأوسط. الحين وهذه النسخة الجديدة من المهرجان شارك فيها 5 أفلام اختارتها اللجنة العليا من بين 25 فيلم. خلال الفعاليات تم منح جوائز الريادة السينمائية لعدد من النجوم اللي أقدموا أو اللي قدموا رحلة عطاء فنية كبيرة، زي الفنانة سهير رمزي، النجم يحيى الفخراني، كمان النجم محمود حميدة، الفنانة هناء الشربجي، وكمان تم تكريم المخرجة إنعام محمد علي والفنان سامي مغاوري. تفاصيل أكتر عن المهرجان في سياق هذا التقرير. بعد أسبوع من الندوات واللقاءات، اختتمت فعاليات الدورة 74 لمهرجان المركز الكاثوليكي المصري الذي يعتبر أحد أعرق المهرجانات بمصر. شارك في دورة هذا العام 5 أفلام اختارتها اللجنة العليا من بين 25 فيلماً عرضت عرضاً تجارياً بدور السينما، إلى جانب فيلمين تم عرضهما عبر المنصات. الأفلام الخمسة التي تم اختيارها هي ليلة قمر 14 للمخرج هادي الباجوري، فيلم 11-11 للمخرج كريم أبو زيد، فيلم حدث في 2 طلعت حرب للمخرج مجدي أحمد علي، فيلم كاملة للمخرج جون إكرام، وفيلم الباب الأخضر للمخرج رؤوف عبد العزيز. ومنح المهرجان في دورة هذا العام جوائز الريادة السينمائية لعدد من النجوم الذين أضاءوا شاشات السينما خلال رحلة من العطاء، وهم النجم يحيى الفخراني والنجم محمود حميدة والفنانة هناء الشربجي. كما تم تكريم المخرجة إنعام محمد علي والفنان سامي مغاوري، وكذلك تم منح جائزة المركز الخاصة للفنان مدحت صالح وجائزة التميز الإعلامي للإعلامي محمود سعد. طبعاً خلونا نتكلم أكتر عن فعاليات الدورة الأخيرة. معانا الأب بطرس دانيال، رئيس المهرجان ومدير المركز الكاثوليكي المصري للسينما. صباح الخير على حضرتك يا فندم. صباح الخير على حضراتكم وعلى جميع مشاهدي قناتكم. يا اهلا بحضرتك. انا بشكر حضراتكم. احنا اللي اتشرفنا طبعا بوجود حضرتك معانا. عايزين نتكلم عن النسخه الاخيره، يعني احنا سنه عن سنه المهرجان شكله بيختلف وبيظهر بشكل الحقيقي يعني يليق بانه مهرجان بالفعل من اقدم المهرجانات في المنطقه. زي ما حضرتك قلت، احنا السنه دي احتفلنا ب 71 سنه للمهرجان، وده يعتبر اقدم مهرجان في الشرق الاوسط. مهرجاننا دايما بيعتمد على معايير اخلاقيه انسانيه فنيه، وكان في افتتاح الجمعه 5 مجموعه تكريمات زي ما حضراتكم اتفضلت قلتوهم، وفي نفس الوقت عملنا على مدار اسبوع ندوات والافلام وندوات. كان افلام صراحه لان حسب معاييرنا ليها امتياز خاص، لان احنا عاده كنا بنعمل حسب اللوائح ان الافلام اللي بنختارها بتكون لعرض تجاريا. السنه دي استثنا، عملنا كمان تجاريا ومنصات وفيلم كامله اللي عرض فقط في مهرجانات، لم يعرض ابدا للجميع. طيب يا فندم، عدد الافلام اللي شاركت كانت قد ايه؟ ايه الفعاليات اللي بتصاحب المهرجان؟ احنا هي اكثر حاجه حضرتك الافتتاح بيكون في تكريمات للرياده السينمائيه، زي الفنان يحيى فخراني والفنان محمود حميده والفنان هناء الشربجي والفنانه شو رمزي والفنان الزواج خاصه الفنان مدحت صالح والاستاذ العم محمد علي والفنان سامي مغاوري، وعندنا كمان ابداع الفني دكتور مدحت العدل، وعندنا الاستاذ ايمن ابو المكارم والموسيقار هشام نزيه والناقد نادر عدلي. ودايما بنحرص على تكريم نجوم من الدراما. كانت الفنانه نيلي كريم عن دورها في فاتن عمل حربي، والفنان احمد امين عن دوره في جزيره الغمام، والتشجيعيه للفنانه الشابه سارة عمان. وبعدين الختام بقى حضرتك بيكون جوائز، اللي هو الجمعه اللي فاتت كانت جوائز كل اللي هي لجنه التحكيم اعلنتها، احسن ممثل احسن ممثله، وطبعا فيلم قمر 14 هو اللي حصد اكثر الجوائز. وعدد الافلام اللي كانت مشاركه يا فندم؟ 5 افلام. اخترنا فيلم الباب الاخضر، حدث في 2 طلعت حرب، ليله قمر 14 11 11، وفيلم كامله.
طبعا بنشكر حضرتك جزيل الشكر الاب بطرس دانيال مدير المركز الكاثوليكي المصري للسينما، نورتنا يا فندم. طيب احنا طبعا بقالنا يومين كده بنسمع كلام كتير قوي عن الفيسبوك والقلق اللي عمله الفيسبوك والعطل اللي حصل فيه، وقال لك ان انت ايه بتبقى قاعد في امان الله كده تلاقي نفسك باعت فريند ريكوست لناس كتيره جدا وطلبات صداقه. هو طبعا ما بتبقاش قاعد في امان الله، انت تدخل تبص عليهم فيروح باعت على طول طلب الصداقه بشكل كده عشوائي يعني. فبقت الناس تسال ازاي نلغي طلبات الصداقه دي. طبعا في ناس هم ما يعرفهمش يعني، في حد بالصدفه شايفه عامل تعليق في مكان فدخل يشوف مين ده فبالصدفه كده، وفي ناس قاعده بقى طبعا بتتراك ناس بتتتبع ناس فكل شويه بيدخل عنده يبص، فمش عارف كل شويه بقى بطلب صداقه ويرجع يلغيه وبعدين طلب صداقه لحد ما فهم بقى ان في مشكله في الفيسبوك. الستر برضو لما بيترفع على البني ادم تبقى مشكله. لان في ناس ثانيه كانت بتقول انه يعني المشكله في الباسورد فغير الباسورد بسرعه عشان تقدر تأمن حسابك بسبب الاختراقات اللي ممكن تحصل بسبب العطل ده. وبعدين طلعت إشاعات تانية إنه حتى المسجات اللي بتبقى موجودة على الماسنجر على فيسبوك كمان هتبقى باينة في حد هنا وستوب، حد هنا وكفاية تلالي. طلبات صداقة، ما هي ده اسمه الخاص صح، اسمه البرايفت صح، يعني المفروض إن في لا لحد هنا وكفاية، أنا لن أسمح بده يا أحمد خالص. بس أنا هنسأل في الموضوع ده، احنا نعرف الموضوع دلوقتي. طبعا دلوقتي احنا معانا المهندس أحمد طارق خبير أمن المعلومات عشان يطمن شاذلي على الموضوع ده. صباح الخير. يطمن الناس كلها مش أستاذ محمد الشاذلي بس، ده الناس كلها لازم تطمن النهاردة. صباح النور على حضراتكم، صباح النور على السادة المشاهدين. طيب احنا في البداية كده لازم نعرف الناس ازاي تفرق بين الاختراق في المنصة وبين الثغرات اللي موجودة وبين الخلل العام. اول حاجه الاختراق في المنصه، مثلا لو حصل مثلا اختراق في منصه فيسبوك بتحصل على العموم وبيتم تسريب بيانات بعدها، فبالتالي احنا لازم نأمل نفسنا بالطرق اللي هنقولها النهارده. تاني حاجه الثغرات اللي موجوده، في فريق اصلا مش شغال مع الفيسبوك، الفريق ده تخصصه ان هو يدور على الثغره اللي موجوده في الموقع او في الابلكيشن ويبلغ بيها الفيسبوك او اي مواقع تانية او يبلغ بيها شركه ميتا عموما، وبالتالي بتديله مكافاه ماليه، فبالتالي بيتم سد الثغره في نفس الوقت. والخلل العام اللي هو زي فريند ريكويست اللي حصل على جميع الناس وحصل على فئات معينه بس. طيب ايه اللي حصل اصلا؟ فجاه صحينا فعلا لقيت، حتى واحنا بنسكرول على الفيسبوك على الوول او احنا بنقلب، حتى لو جالك كلمه بيبل يو مي نو، اي حد بيكون في الاول او اشخاص كنت تعرفهم من قبل مثلا، هتلاقي نفسه اتضاف فجاه وهو بقى بيتخيل ان انا بدخل على الاكونت عنده. بالظبط، هو بيتخيل ان انت بتتابعه وبتراقبه وحصل مشاكل كتير من اطرافه، بعت له فريند ريكوست او طلب صداقه حصل فعلا. فبالتالي بيحس إن, ان ان انك مراقبه من زمان كمان، ده في ناس حصل معاهم مشاكل يعني، في ناس من متابعيني جاب الطرف ده والطرف ده وحللنا بقى المشكله يا باشمهندس، تاكد لي انه ده ما حصلش من ده بدايه المشكله خالص. فيعني حسيت نفسي في قاعده كده والناس كلها جايه والموضوع بدا ينتشر بشكل كبير في بدايه المشكله. تحديدا الموضوع ده حصل على نظام تشغيل اندرويد اكتر حاجه، و5% على اي او اس، وكمان حصل على التطبيق بس، لكن لو في المتصفح براوزر اللي هو مثلا من شركه عالميه مثلا، براوزر اي براوزر من شركه عالميه حصل في الموضوع ده، لا ما حصلش الموضوع ده بنسبه كبيره، هو حصل على ابلكيشن تحديدا على نظام تشغيل اندرويد، فبالتالي بيحصل ارسال طلب صداقه وحتى كل ما تلغي بيحصل ده. المشكله هنا الكبرى ان الناس استغلت، في ناس اللي هي بتستخدم المواقع التواصل الاجتماعي في الجانب السلبي زي نشر الشائعات اللي دولتنا بتحاربها، عملت ايه بقى؟ بدأت تدخل على الأخبار طبعا الترند وكتبت الحل عندي، فمجرد ما تدخل تشوف الحل تلاقي نفسك ضفته، فبيجمع ناس كتير جدا عشان ياخدهم ويفلترهم ويبتدي بقى ينشر الشائعات، يبيع الأكاونت أيا كان الموضوع. ده لازم ناخد باله منه. هنا نقف عند نقطة مهمة جدا، إن احنا ما نمشيش ورا الأرقام على السوشيال ميديا، اي ارقام على السوشيال ميديا سواء مشاهدات ولا كده، كل ده فيك، ممكن يتزود ممكن يتزيف، ممكن ليها طريقه بتعرف اذا كان طبعاً المتابعه دي صحيحه ولا لا، او ان كان دي في ناس زي ما قلت بتشتري فولورز او متابعين، فبين ليها طريقه بتعرف بنعرف بيها. طبعا اولا احنا لازم نتاكد من المصدر اللي منشور منه اي خبر. المصدر لو مش ناشر اعرفه ان الموضوع ده عليه كلام تاني او مش صحيح، لكن الطريقة الصحيحة نشوف اليوزر نيم بتاع الحساب نفسه. يعني مثلا الحساب اللي معمول لناشر الشائعات هتلاقوا اليوزر نيم غير الاسم الصفحة، اسم الصفحة ممكن يتزيف تبقى الأصل بالاسم الأصلي التابع ليها، لكن اليوزر نيم ده عمره ما يتكرر، بيبقى واحد بس.
بيبقى واحد بس مش هيقدر يتكرر. بيبقى باين فين الثلاث نقاط اللي موجوده في اي حساب؟ لو ضغطتوا عليها هتلاقوا اخر حاجه تحت اللي هو كوبي لينك، هتلاقوه تحت الكوبي لينك ده في حساب الفيسبوك او الانستجرام نفسه في شير يوزر. فالفكره كلها ان اليوزر نيم ده لازم تتاكدوا منه، ممكن تمام. يكون مثلا لو مثلا حاجه تابعه لوزاره الصحه هتبقى eg.health مثلا، التاني هيكون مزود حرف او مزود رقم او كده وبينشر كلام على وزاره الصحه. طيب فبالتالي بيحصل ده. انت قلت دلوقتي ان احنا المشكله مش في المتصفح نفسه بالزبط. المشكله كانت في الابلكيشن بتاع الفيسبوك، فده بيؤكد ان انا لو دخلت من متصفح على لابتوب مثلا ما كانش هيحصل الفريند ريكويست والحاجات دي. طب ليه ما هو نفس الفيسبوك هنا وهو حلو قوي السؤال ده، الناس مش عارفه تفرق ده او ده او ده. لكل حاجه ليها سيرفرات معينه بتشغلها، لكن الابلكيشن ممكن يحصل فيه خلل، المتصفح ممكن يحصل فيه خلل بعيد عن الابلكيشن، كل حاجه بعيد عن بعض، لكن في الاخر يوزرك هو اللي بيتنشر فيه كل حاجه على جميع الحاجات. فاحنا لازم ناخد بالنا من اي حاجه. لو مثلا الخلل جه زي ما حصل لناس كتيره قوي حذرتها ان هي تاخد هدنه اول ما خلل يحصل في منصه كبيره زي دي مشكله كبيره، لازم تاخد هدنه وتبعد عن المنصه اللي عليها خلل عشان خاطر الخلل بيتحل في ساعات معدوده. كان فعلا اربع ساعات يعمل لوج اوت ولا يعمل ايه؟ يعمل اوت لوج اوت عادي او يخرج بره الابلكيشن خالص لحد ما الخلل يحصل. في بعض العيوب بتحصل في المنصات بتستدعى ان انت تقفل حسابك لمده معينه، زي مثلا ثغرات معينه بتخترق خصوصيه الرسائل فلازم تقفل حسابك كله دي اكتف يور اكاونت لمده معينه، فبالتالي دي بتحفظ نفسك اكتر من الموضوع ده. طب ازاي نعلم الناس تحمي نفسها دايما على السوشيال ميديا في عصر التكنولوجيا وزمن 2023؟ اول حاجه هتدخلوا على اعدادات السوشيال ميديا بتاعتك سواء فيسبوك انستجرام، يعني الكلام اللي هقوله ده هيطبق على جميع المنصات. هتدخلوا على سواء العطل كان في الفيسبوك بس العطل كان في بقيه المنصات لا بتاعتك. كان في الفيسبوك فعلا بس والتطبيق زي ما قلنا. هتدخلوا على الاعدادات، ومن الاعدادات الخصوصيه، انا هقولها بالعربي يكون سهله كده للناس. الخصوصيه، وبعد الخصوصيه هتدخلوا اول حاجه هتعملوها تفعلوا المصادقه الثنائيه، يعني 60% من الناس اللي بيسمعونا دلوقتي مش هيكونوا عاملين اللي انا بقوله ده، يحطوا رقم موبايل غير موجود مع اي حد، يعني اكيد كل واحد فينا اغلبنا معاه رقمين، هيختار منهم رقم يربطه بالاكونت بتاعه عشان ما يكونش معروف ان الرقم ده بتاع الاكونت ده. ده واحد. ده المصادقة الثنائية، ان هو اول ما يشغلها لو اي حد لا قدر الله فتح الاكونت اقلها هتجيلك ريكويست او رسالة انه في حد بيعمل وفي ارقام اتبعتت ليك. الارقام دي سرية تماما مهما كان، حتى موظف الفيسبوك نفسه مش بيطلبها منك. دي اول حاجة. تاني حاجة الباسورد بتاعتك لو مش موجودة بالشروط اللي انا هقولها دي، اعرف ان حسابك ضعيف جدا وممكن يخترق بسلبيات الذكاء الاصطناعي او بالكراكنج بروجرام اللي موجود في الزمن اللي احنا فيه. لازم تكون اكتر من 16 حرف ورمز وكابيتال وسمول وارقام، لازم يكون فيها الخمس شروط دي. خمس شروط دي مهمه في اي باسورد. تالت حاجه لازم برضو تحصل ان احنا ما نوحدش الباسوردات على جميع المنصات اللي موجوده، يعني مثلا لو انا مخترق سيء، انا لو خدت حساب حضرتك هلف على جميع منصاتك كلها بحساب واحد، فبالتالي دي ناخد بالنا منها جدا، وخصوصا الجيميل اللي مربوط على نظام الاندرويد، لانه الجيميل ده لو حد عرفه حقيقي موبايلك كله هيكون مراقب 24 ساعه عن طريق الحد ده، ممكن يعرف مكانك، ممكن يسحب الصور اللي معمول لها سينك على الجيميل، ممكن يسحب الكونتاكتس الموجوده، فبالتالي هي في ناس ممكن تشوفها حاجات بديهيه اللي احنا بنقولها. بس ده على الاندرويد، لكن الاي او اس لا. الاي او اس ليها طرق ثانيه من ناحيه الاي كلاود اللي موجود عليه اللي هو الايميل الخاص تبع الاي او اس، حتى الجيميل لو كان مربوط عليه لازم برضو يكون الباسورد قوي بالشروط اللي احنا قلناها، وما ينفعش يكون مع حد ثاني، لان اغلبنا لما بنيجي ننزل نشتري موبايل او اي حد بنخلي السيلر او البياع نفسه هو اللي يعمل لنا الداتا والايميل، فده اكتر حاجه ما ينفعش حد يعملها اصلا لان دي خصوصيه. وزي ما استاذ محمد قال في بدايه الفقره ان احنا في خصوصيه وفي رسائل، لا هو الموضوع الحمد لله ما تخطاش ان الواحد يدخل يقرا رسائل الناس زي ما كانت فاكره او كده، ولا تحصل كارثه كبيره بصراحه. طب هرجع مره تانية للثغره او الاختراق اللي حصل، كان
دايما اللي بيبقى المنشور او البوست اللي بيتكلم عن الاختراق ده او الثغره دي كان بيبقى فيه لينك تاني لو عايز تعرف بعت فريند ريكويست لمين. صحيح. دوس على اللينك ده او على الرابط ده. ده كان ايفكتيف فعلا؟ ده كان سليم؟ في نقطه مهمه هنا، بحيي حضرتك على السؤال ده، في نقطه مهمه هنا لازم نقف فيها. هنا بقى ممكن يحصل عمليات اختراق بسبب لينك زي ده. ازاي؟ في مفهوم اسمه مفهوم الهندسه الاجتماعيه، اللي هو ممكن يضحك بالهويه البصريه على حاجه زي دي. اللينك ده في اغلب المواقع ممكن تختصره عشان ما يبقاش شكله طويل، فبتختصره بلينك صغير. فمجرد دوستك على اللينك ده مش معنى ان موبايلك ممكن يخترق او يتهكر او حسابك، لا، الدوسه دي هيفتح لك لينك مختصر ممكن يكون فيه صفحه مزوره يطلب منك تسجيل دخول للفيسبوك، فبالتالي بيتسحب حسابك، زي ما حصل من 3 من متابعين يتسحب حسابهم بسبب دخولهم على لينكات وهميه زي دي. فانت الطريقه السليمه اللي انت ما تخشش على اي لينك منشور على الفيسبوك، تكتب في موقع البحث العالمي جوجل، تكتب cancel sent request، cancel sent request فيسبوك، هيجي لك اللينك اول حاجه من نفس صفحه الفيسبوك. لو عايزينها بالعربي هتكتب طلبات الصداقه. ده بيكنسلها على طول ولا بيوريك انت عامل لمين فريند ريكويست؟ بيوريك انت عامل لمين بالليست كده. ممكن تدخل على الابلكيشن نفسه كمان، تدخل على طلبات الصداقه اللي جايه لك، هتلاقي فيه الثلاث نقط اللي انت بتتكلم عنهم، تدوس هيجيب لك على طول بالزبط طلبات الصداقه اللي انت ارسلتها خلال الفتره اللي فاتت. فتشوف بقى لو انت لقيت في ورا بعضه كتير امبارح، تعرف على طول انه ايه كان العطل عندك. بس عايزين ناكد ان ده عطل، ما هوش اختراق. لا لا لا، مش اختراق للمنصه. طب الشركه بتعلن؟ طيب بتعلن ان كان في عطل او كده؟ دي بقى النقطه هنا. الشركه ان مش لازم تعلن عن حاجه زي دي، ولو في اختراق مش بتعلن برضو كده، لانه بيبقى في فريق مختص في نظام اسمه باك باونتي هانتر او الوايت هات، الناس اللي بتبلغ عن الثغرات الموجوده في الابلكيشن، فبالتالي بيكون بينهم وبين بعضهم. لكن لو في عطل عام ممكن الشركه تبلغ على حسابها على تويتر مثلا او اي حاجه، وممكن لا. فالشركه ما بلغتش بحاجه زي دي، لكن الخلل اتصلح في خلال 4 ساعات من بعد انتشاره، وتم السيطره عليه بالكامل يعني من كل حاجه. طيب لازم، انا ما لقيتش على فكره عندي طلب صداقه، مش حد، انا مش عارفه ده معناه ايه. انا طب كويس، يعني محدش ناس كتير زعلانه ان مفيش حد بعت لها حاجه. حاجه كويسه. صحيح فعلا. طيب هل ده بقى يستدعي ان العطل ده يستدعي ان احنا نغير الباسوردز بتاعتنا ولا لا؟ هو العطل ده ملوش علاقه خالص بالامان، بس بعد اي خلل في المنصات بنصحكم بتغيير الباسورد وتامين حساباتكم تاني. والروشتة او النصيحه اللي دايما بديها للمتابعين والناس ان هي تغير الباسوردات بتاعتها كل شهر، دي لازم. احنا يا جماعه في 2023 مش في 2010، احنا التقنيات بتتطور والحاجات بتتطور، فبالتالي كل ما يكون في حمايه كل ما يكون في برضه اختراق ازيد. فبالتالي احنا لازم نامن نفسنا كل شويه، لان المنصات دي كبيره وعليها بياناتنا كلها، ومنصه الفيسبوك بالذات اكتر منصه واخده كل حاجه عننا لدرجه ان هم سامعيننا دلوقتي. دلوقتي؟ طب نختم الفقره ولا ايه؟ طب انا عايز افهم بس، يعني هم ليه بيعملوا تحديثات؟ يعني انا مثلا ما بلاقيش في خدمات اضافيه جات لي على الابلكيشن او على الاكونت، مفيش خدمه اضافيه جات لي، طب انت عامل تحديث ليه؟ طيب هي الفكره كلها ان الموضوع منتشر ازاي؟ ان ممكن يجي في بالك ليه مثلا مفيش مثلا طريقه تخليك تنزل للخبر اللي انت عايزه بسرعه؟ هم في بالهم الموضوع ده، بس مش هيقدروا يعملوا التحديثات كلها على البرنامج اللي انت شغال عليه مره واحده، عشان ما يحصلش ملل والناس تروح لبرامج تانية. دي سياسات شركات كبيره وخصوصا في التكنولوجيا، بيدوك التحديث واحده واحده، يعني مثلا التحديث النهارده يخليك تروح الخبر بسرعه، فبالتالي كده مش شرط. يعني ايه اروح الخبر بسرعه؟ ما انا لو كتبته في سيرش ما هيطلع لي الخبر. لا، ده مثال مجازي، يعني مش شرط مثلا انه خبر بسرعه، ممكن تحديث مثلا لحاجه معينه او عدم ظهور مثلا في الواتساب او غيره، الحاجات دي كانت موجوده عندهم من فتره. لكن سياسات الشركات بتحصل تحديثات تدريجية، وأحيانا ما تكونش تحديثات ملحوظة، مش لازم بتكون تحديثات أمنية، تحديثات لقواعد البيانات، تحديثات للغوريتمات نفسها، أيا كان إيه اللي بيحصل في المنصة مش لازم يكون ملحوظ. التحديثات دي كمان مش شرط إن هم عملوا تحديث النهاردة هيجي عند كل الناس دلوقتي، لا، في حاجة اسمها التايم زون أو المنطقة الزمنية اللي حضرتك تابع ليها، فبالتالي ممكن يجي لي أنا تحديث يغير واجهة الفيسبوك بطريقة معينة وحضرتك لسه. يعني حضرتك قلت الثلاث نقاط اللي موجودة في الفريند دي ممكن ما تكونش موجودة عند بعض الناس، عشان كده اختصرناها مثلا بلينك جوجل إرسال طلبات الصداقة، فبالتالي الناس بتدخل عليها وتلاقيها دايركت.
فعشان كده المنصة بتكون مختلفة من شكل لشكل، عقلها شكلين مختلفين عند ناس معينة. فده النقطة المهمة اللي لازم ناخد بالنا منها، ونتابع دايما تحديثات الابليكيشنز كلها من المتجر الرئيسي. يعني دايما أول بأول الناس اللي عمالة تنشر وتقول لا ما تعملش تحديث الابليكيشن ده من المتجر، لا مش عارف بيبطئ الجهاز، لا الكلام ده كله كلام فاضي. الناس دي قاعدة فاضية وبتقول كلام فاضي ولا دليل له خالص. التحديثات دي دايما بتسد ثغرات أمنية، دايما بتحدث لك الابليكيشن أول بأول، مفيش حاجة اسمها ببطأ الجهاز. النظام التشغيل لازم يكون متحدث لآخر حاجة دايما، لأنه الحاجات دي بتسد لك كل حاجة في نفس الوقت، بتديك أبديت كتير ممكن ما يكونش ملحوظ بس بتلاقيه عامل إفكتيف في الجهاز. حلو. طيب بما ان كنا لسه بنتكلم على اللينك المصاحب لموضوع العطل ده، صحيح، وانه في ناس بالفعل اللينكس دي لينكس وهميه او لينك يعني بيخلي يبقى فيه اختراق للتليفون او اي لينك تاني في المطلق، ازاي ممكن حد يعرف ان تليفونه اصلا مخترق؟ يعني داس على لينك وما يعرفش بقى ايه اللي حصل. حلو جدا. انا عايز بس اوضح معلومه، ان اللينك مجرد ما تدوسي عليه هو مش هيعمل حاجه، لكن الموضوع كله ممكن يحصل منه ازعاجات من الاعلانات اللي بتحصل موجوده كتير، او تلاقي اعلانات كل شويه مش راضيه تروح. بما انه دخلنا في موضوع الاعلانات، هتفتحوا الثلاث نقاط في المتصفح، هتدخلوا على سجل البحث، تمسحوا سجل البحث منذ البدايه، الاعلانات راحت. دي حاجه. ايه اللي هيحصل تاني لما تدوسي على لينك؟ ممكن مثلا يعرف مكانك فين، لانه اللينكات دلوقتي لو بعت لك لينك حتى معروف او غير معروف ممكن تحدد مكانك، عشان كده نتجنب الموضوع ده. ثالث حاجه برضو، لو اللينك ده في صفحه مزوره توهمك ان هي اصليه ممكن تسرق حساباتك. رابع حاجه ومهمه جدا، ان اللينك ده ممكن يكون مصاحب لتطبيق ينزل بتثبيت بامر منك، فبالتالي يسحب كل بياناتك وتكون كاميراتك مفتوحه 24 ساعه. فالنقط دي مهمه جدا لازم كلنا نعرفها. ازاي نفرق بين اللينك الوهمي واللينك الاصلي؟ هتدخلوا على موقع البحث العالمي جوجل وتكتبوا مثلا هاو تو نو فيك، انا مش عايز اقول اسامي المواقع، لكن تكتبوا الوصف بتاعها ازاي تعرفوا اللينك الوهمي والاصلي. هيجيب لكم مواقع اوليه هتدخلوا لينك فيها هيقول لك ده وهمي ولا اصلي. فبالتالي دي حاجه مهمه جدا برضو نعرفها. بالنسبه لنظام التشغيل، ازاي نعرف ان هو مخترق لا قدر الله او لا؟ تنزلوا برامج حمايه متوصي بيها من غير ذكر اسماء، تكون قويه جدا بحيث ان هي تعمل سكان على الجهاز وتشوف لو في ابلكيشنز مخفيه، تشوف لو في مثلا حاجه مزروعه محدش يعرفها، حد مسك موبايلك عملها، تشوف في تطبيقات خبيثه او مثلا ملفات خبيثه موجوده تنظف الجهاز عموما. فدي حاجه مهمه جدا ان هي لازم تكون على جهازك عشان تكون جارد او 24 ساعه مامن موبايلك اول باول. طيب في شركات بتتعامل مع الفيسبوك اكيد، طبعا شركات مثلا بتعمل دعايه على الفيسبوك او ايا كان شكل هذا، صحيح، التعامل لما بيحصل حاجه زي دي هل بيكون في نوع من التعويضات مثلا؟ هي ما بيحصلش تعويضات، بس ايه اللي بيحصل بقى لو مثلا حصل خلل في الدعايه اللي حضرتك عاملها بس خلال عام، والدعايه دي دفع عليها فلوس كبيره، لان شركات زي ما حضرتك قلت سؤال كويس جدا برضو، شركات كبيره دافعه مبالغ كبيره، طبعا بيحصل تعويض. مثلا دافع 10,000 جنيه على اعلان معين، هنا جت في نص مثلا 8,000 جنيه بعد ما صرف ده كله، جت الموضوع ده وفي الاخر تم تعويضه بدعايه تانية او تم تعويضه بالمبالغ تانية على طول. فبالتالي محدش يقلق من الموضوع ده، كده كده الواحد بيتعوض. طيب هو اللي يقلق بقى بجد الذكاء الاصطناعي. يعني طبعًا احنا شفنا الصور بتاعه الملك تشارلز، طبعا، وايلون ماسك، وايلون ماسك بتاع اللي قال لك ده عروسه ومش عارف ايه، كل الكلام ده بالذكاء الاصطناعي. طب انا كمواطن قاعد بشوف الكلام ده ما انا هصدقه؟ يعني انا لو ما فيش درجه عاليه من الوعي هصدق الكلام ده؟ صح. طب هل في اي طريقه نقدر نحدد اذا كانت دي معموله بالذكاء الاصطناعي ولا هي فعلا حقيقيه؟ في بالفعل ادوات للذكاء الاصطناعي تقدر تخش من عليها وتحدد، ترفع الصوره تاني وتحدد مين الناشر الاولاني اولا، كمان تعرف مين اول ناشر للصوره دي، وكمان تعرف ازاي اتعملت الصوره دي. اولا هي طريقه كده بالبلدي ممكن اقولها للساده المشاهدين، ان احنا مثلا الصوره نقدر نحددها لو لقيت المعالم واضحه قوي في الزوم، تعمل زوم تلاقي المعالم سايحه وواضحه قوي، الشعر مش عارف متصرف ممكن يكون ايديت برضو يا احمد، ما الناس كلها بتعمل ايديت على الصور. دي طريقه فعلا مهمه، بس الذكاء الاصطناعي بتبقى صور تحس ان هي شبه بعض في الالوان والوضوح كده، فبالتالي تشك في الموضوع ده، وزي ما قلنا تشوف المصدر الاولاني. لكن في اداه موجوده على موقع البحث العالمي سيرش جوجل
هتدخل عليها وترفع الصوره ويقول لك دي معموله بكذا ولا معموله بكذا. ولازم برضو نتاكد من المصادر المنشوره، لان كده كده الذكاء الصناعي اصلا ايجابي جدا، ودايما ده بنصح الناس باستخدام ادواته. ما اختلفناش، بس يعني حاجه زي دي بكل تاكيد هتضره، لانه لو تم استخدامها بشكل خاطئ يعني صح. فبالتالي احنا هنا نيجي دور التوعيه، دايما التوعيه المستمره في الموضوع ده مهم جدا، يعني لانه لازم نكون عندنا وعي بالتكنولوجيا ووعي بالذكاء الاصطناعي. ما نصدقش اي حاجه نشوفها برضو كده على طول. صحيح. وبعدين احنا مش هنعادي تقدم التكنولوجيا بسوء استخدام الاخرين طبعا. اكيد يعني. طب اخيرا بقى اخر حاجه خالص خالص، احنا شاركتنا بتعليقك وبرايك في سؤال الحلقه، بتسمع كلام المدام في ايه؟ طبعا بتسمع كلام المدام في ايه بقى؟ في كل حاجه. ومش عيب على فكره، لا بالعكس، في كل حاجه والله. يعني مراتي انسانه متحضره جدا، وفي نفس الوقت حتى في مجالي انا بتنصحني، لا قول كذا، لا اعمل كذا، لا احنا بنشارك بعض عشان ننجح مع بعض، فبالتالي دي حاجه كويسه جدا. بشوفك دلوقتي يعني. اكيد ما اعرفش والله. الاجابه دي لو ما شفتوش دلوقتي الاجابه دي بتقول ان هي ترجع تشوف هي بتعمل ايه. بتعمل معلومات يقدر يخفي الكلام ده؟ لا خالص، بالعكس، هي كده كده يعني الحمد لله الحياه دايما مشاركه، الحياه دايما مش حرب، مش صراع بين الاثنين. صحيح. الحاجه دي مهمه لازم نفهمها كلنا، والوعي ليه دور كبير في كل حاجه على فكره، فدي حاجه مهمه لازم نعرفها كمواطنين يعني. طيب بحييك وبحيي المدام طبعا. شكرا. نورتنا في صباح الخير يا بسيط. بشكرك طبعا المهندس احمد طارق خبير امن المعلومات، نورتنا في صباح الخير. شكرا ليك. شكرا جزيلا ليك. مشاهدينا هنروح لفاصل سريع ونرجع من بعده نكمل باقي فقرات. بنصبح على حضراتكم مرة تانية، ودلوقتي جه معادنا مع جولتنا الرياضية محليا وعالميا. هنبدأ معاكم جولتنا الرياضية محليا، وفريق الإسماعيلي حقق فوز مهم على الزمالك بنتيجة 2-1 في المباراة اللي جمعتهم امبارح على استاد الإسماعيلية في إطار منافسات الجولة 27 من بطولة الدوري. بالنتيجة دي بيرتفع رصيد الإسماعيلي لنقطة 29 في المركز الـ 14، وتجمد رصيد الزمالك عند النقطة 43 في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري. محمود حمدي الونش مدافع الفريق الأول لكرة القدم من نادي الزمالك هيعمل النهاردة أشعة لتحديد مدى حجم إصابته في الركبة، وده بمعرفة الجهاز الطبي للفريق الأبيض بقيادة الدكتور محمد أسامة. بعثت فريق الكرة بالنادي الأهلي وصلت امبارح من تونس بعد الفوز على الترجي بنتيجة 3-0، ده بذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في المباراة اللي أقيمت على ملعب حمادي العقربي برادس. محمد الضوي كريستو لاعب النادي الأهلي مرجعش للقاهرة مع بعثة فريقه امبارح، وانضم للاعب للمعسكر منتخب بلاده اللي بيستعد للمشاركة في كأس العالم للشباب للأرجنتين يوم 20 مايو. منتخب مصر للكرة الشاطئية بقيادة مصطفى لطفي فاز على كيرغستان بنتيجة 6-2، وده في إطار مباريات كأس العرب. أحرز الأهداف كل من عبد الرحمن حسن الشافعي هدفين، ومصطفى صاصة هدفين، وحسان محمد والحسيني طه. فريق رجال كرة اليد بنادي الزمالك فاز على شبيبة كينشاسا الكنغولي بنتيجة 51-29، ده في ثالث مواجهاته ببطولة كأس الكؤوس الإفريقية اللي بيستضيفها النادي الأهلي بفرع الجزيرة. مانشستر يونايتد استعاد الانتصارات في الدوري الانجليزي بعد فوزه على ضيف فريق ولفرهامبتون بنتيجه 2-0 في المباراه اللي جمعت الفريقين على ملعب اولد ترافورد ضمن منافسات الجوله 36 من بريمير ليج، ورفع مانشستر يونايتد رصيده ل 66 نقطه في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد ولفرهامبتون عند 40 نقطه في المركز ال 13. فريق بروسيا دورتموند حقق فوز كبير على بروسيا مونشنجلادباخ بنتيجة 5-2 في المباراة اللي جمعت الفريقين على ملعب سيجنال إيدونا بارك،
وده ضمن منافسات الجولة الـ32 من مسابقة الدوري الألماني. وبيحتل بروسيا دورتموند وصافة ترتيب الدوري الألماني برصيد 67 نقطة، بينما يحتل مونشنغلادباخ المركز الـ11 برصيد 39 نقطة. فريق ميلان الإيطالي تلقى هزيمة مفاجئة أمام سبيزيا بالنتيجة 2-0 في المباراة اللي أقيمت باستاد البورتو بيكو، ده ضمن منافسات الجولة الـ35 من عمر مسابقة الدوري الإيطالي. وبيحتل الروسيوني المركز الـ5 في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 61 نقطة، لكن سبيزيا في المركز الـ18 برصيد 30 نقطة. فريق ريال مدريد حقق الفوز على نادي ختافي بنتيجة 1-0، ده في المباراة اللي جمعتهم امبارح على ملعب سانتياغو برنابيو ضمن منافسات الجولة الـ34 من بطولة الدوري الإسباني. هدف المباراة الوحيد أحرزه ماركو أسينسيو في الدقيقة 70، وبالنتيجة دي استعاد ريال مدريد المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 71 نقطة، بينما يتواجد ختافي في المركز الـ18 برصيد 34 نقطة. وبكده انتهت جولتنا الرياضية، هرجع مرة تانية لجمانة وشاذلي علشان نكمل معكم فقرات صباح الخير يا مصر. نشكرك يا دينا، شكرا جزيلا. ولسه كلامنا عن الرياضة ما خلصش، والحقيقة انه في انتعاشة كده كروية في النادي الاهلي ما شاء الله طبعا، وفي ثقة كبيرة كمان في المدير الفني السويسري مارسيل كولر، خاصة بعد الأداء اللي بيقدمه الفريق في الفترة الأخيرة وتألق لاعبي الفريق الأحمر في كتير من المباريات تحت قيادته. بالمناسبة يعني هو كان بقاله سنتين قاعد في البيت، يعني الراجل اخر حاجه كان بيدرب بازل السويسري ومن اغسطس عام 2020 وهو قاعد في البيت ما اشتغلش في افريقيا، لكن اللي عمله مع النادي الاهلي وده بشهاده كتير من المحللين بيقول انه قدر يطور بالفعل منظومه اللعب في النادي، وقدر ان هو كمان زي ما حضراتكم اكيد تابعته يحقق السوبر المصري، وبعد كده قدم مباراه كبيره جدا قدام بيراميدز في نهائي كاس مصر، وكمان الاداء الهائل والمتماسك للفريق في البطوله الافريقيه. تفاصيل كتير قوي عن اداء لاعبي الاهلي تحت قياده كولر، ايه اللي عمله بالظبط في النادي الاهلي لما جه، واحنا طبعا فاكرين بداياته، وهنتكلم طبعا عن كل المراحل اللي مر بيها والمباريات كمان وثلاثيات كولر زي ما بيقولوا، هيكلمنا عنها بالتفصيل الناقد الرياضي عبد الحميد فراج اللي منورنا. صباح الخير عليك يا استاذ عبد الحميد. صباح الخير عليك يا محمد، صباح الخير عليك يا جمانه، وتحياتي ليك ولكل مشاهدي التلفزيون المصري. يا اهلا بيك. الراجل ده في البدايه جه كده ويعني ما كانش مفهوم قوي، لما في المؤتمر الصحفي الاول قال الملعب بتاع السلام مش مناسب ان الاهلي يلعب عليه، لا فين الجماهير، مش العدد طبعا المسموح به، العدد مش كامل، لا انا عايز باقي الجماهير بتاع النادي الاهلي تكون حاضره، انا محتاج صفقات، فالاداره اتكلمت معاه لا مش هنقدر نجيب صفقات معينه، لا هنجيب صفقات، في النهايه راجل اتعامل بالمتاح. صحيح. لكن في النهايه والنتيجه لا احنا شايفين نتيجه، النادي الاهلي شايف نتيجه والجماهير هي كمان مبسوطه بيه قوي. ده اكيد. مش هنتكلم بس على مارسيل كولر يا محمد، هنتكلم على المنظومه بتاعت النادي الاهلي، لان كولر كمل على اللي عمله بيتسو موسيماني، بيتسو موسيماني كمل على اللي عمله ريني فايلر، يعني نقدر نقول ان المديرين الفنيين النادي الاهلي او اخر ثلاث اجهزه فنيه مستمره ومستقره، وتحديدا الاجهزه الفنيه الاجنبيه بيكملوا شغل بعض، لان في شكل او في منظومه كامله، الاداره بتدي الحريه للاداره الفنيه بتحاول تساعدهم، في لجنه تخطيط بتشتغل، في لجنه كوره موجوده بتتابع الاحداث، لما بيبقى في صفقات مطلوبه بتتحط قدام الاجهزه الفنيه اللي بتطلبها، بنشوف المتاح ايه بنبدا نتعاقد معاه. كولر بيتكلم في كل النقط او في كل الملفات اللي مطروحه قدامه، زي ما انت قلت فكره الملعب وملعب السلام وتم تغييره، فكره ان انا بحاول ادور على صفقات، حتى ان هو نفسه كمدير فني مرتب اولوياته، يعني في مركز على سبيل المثال في مركز زي مركز راس الحربه هو كان عنده حسام حسن، عنده شادي حسين، ولكن هو مرتب اولوياته، مقتنع بشكل كبير جدا ببيرسي تاو وبكهرباء، ومؤخرا بيبدا يدي محمد شريف، وشفنا ده واضح كمان في اختياراته للعيبه اللي مشيت، حسام حسن ما كملش في الفريق، شادي حسين دلوقتي مش داخل او مش موجود في حسابات الفنيه لمارسيل كولر، فالراجل مرتب اولوياته، حتى زي ما انت قلت لو ان مش كل الصفقات اتوفرت ليه او مش كل اللي طلبه اتحقق له، ولكن ماشي بالمتاح. في رايي او في رؤيتي الفنيه لمارسيل كولر، اتخيل ان هو وصل لمرحله جيد جدا في الاداء مع النادي الاهلي، تتويج ببطولتي كاس السوبر المحلي بدايه مع نادي الزمالك، وده كان في بدايه الموسم، ثم مؤخرا مع بيراميدز، والثنائي ده هو اكبر فرقتين مع في المنافسه في الكره المصريه، الزمالك وبيراميدز، وكذلك التتويج ببطوله كاس مصر على حساب بيراميدز ايضا، فاعتقد الراجل ماشي بنجاحات طيبه جدا، وصوله
انا اقدر اقول بقى مش وصول النصف النهائي، لا اقدر اقول وصول للنهائي، لان الفوز في تونس في معقل الترجي التونسي بثلاثيه خلاص النادي الاهلي حط اتخيل ان كلتا قدميه كمان في نهائي افريقيا. فالراجل تقريبا محقق كل النجاحات في البطولات اللي ماشي فيها، متصدر الدوري باريحيه وبفارق مباريات. اتخيل ان لغه الارقام بتصب في صالح مارسيل كولر، الشكل الفني بيصب في صالح مارسيل كولر، وزي ما قلت لك هو بيكمل الشغل اللي عمله بيتسو موسيماني، وبيتسو موسيماني ايضا كمل الشغل اللي عمله ريني فايلر. طيب يعني خلينا نتكلم على كره القدم بشكل عام بس مش في مصر. تمام. احيانا بيبقى في تفاهم لمراحل المدير الفني للفريق، بمعنى انه بيبقى في تفاهم لفكره ان في وقت بيعدي على المدير الفني بيبقى في نجاحات ومكاسب و و و، واحيانا هي رياضه في الاخر فلازم يبقى في وقت بيبقى في خساره. صحيح. بس الناس بتقدر تقيم شغل المدير الفني ده ككل. صحيح. احنا عندنا هنا احنا بنتعامل ماتش بماتش كده، مباراه بمباراه. مظبوط. بالظبط كده. والله كسبنا في ماتش يبقى المدير الفني هايل، ما كسبناش يبقى المدير الفني فاشل ومش قادر يدير الفريق اللي معاه. كولر في وقت من الاوقات برده جه وقت كده في فتره من فترات الدوري المصري كان اداء اللعيبه لا مش احسن حاجه. مظبوط. وكان في كلام عليه وكان في مشاكل عليه وكان في مقارنات بينه وبين بيتسو موسيماني، وحد يخرج يقول لا ده بسبب موسيماني، وكان لغط كتير قوي داير. في الوقت ده كان ايه اللي حصل؟ يعني لو هنبص كده لمراحل كولر مع الاهلي ايه اللي حصل؟ وانا اتخيل ان الفتره ديت كانت في فتره شهر فبراير، وكان مع ضغط المباريات او كان نقدر نسميه اختبار ضغط المباريات على مارسيل كولر، كان ما بين مونديال الانديه ما بين البطوله المحليه والبطوله الافريقيه، فكان في ضغط كبيره جدا. ولكن احنا عندنا ازمه دايما زي ما انت قلت يا جمانة، الناس بتقارن باللي قبله، بس بتقارن تجربه كامله بتجربه جزئيه. فانت بشوف مرحله كولر اللي هو مثلا تراجع فيها، او مش كولر تحديدا، النادي الاهلي لما تراجع فيها، وبتناسى او بنسى ان الفتره دي كمان وقع فيها بيتسو موسيماني. بس انا بقيم تجربه موسيماني واثنين دوري ابطال ووصوله لدوري الابطال الثالث وانجازات كبيره جدا. بلا خلاف بيتسو موسيماني عمل انجازات رائعه، وهو مدرب جيد جدا ويصل لدرجه الممتاز في تجربته مع النادي الاهلي. ومناسبه في الاخر برده كان في كلام عليه وان هو اللي وقع الاهلي، دي حقيقه. بس برده هي الفكره في الانتقاد، ان الناس لما سقفت ومحطها بيعلى، هم وصلوا لمرحله ان اثنين دوري ابطال ده بقى امر طبيعي. بس هو الطبيعي ده هو اللي حققه بيتسو موسيماني، فطبيعي ان انا انسب ايضا الانجاز والنتائج الايجابيه لهذا المدرب. فالناس قيمت التجربه، انا اتخيل انها كانت في فتره فبراير، اظن كان في بعض التراجع شويه، وكان في تخطي المقاولين بصعوبه جدا في كاس مصر وبضربات الجزاء، وكان الاهلي ممكن يخرج، دخل في مرحله مجموعات افريقيا كمان كانت خلاص الكفه هتتقلب على النادي الاهلي، وان مصيره ما بقاش في ايده، مصيره في ايد الهلال وسان داونز والماتشات اللي زي دي. طبيعي مع ضغط المباريات، هو ده الاختبار اللي كنا بنقول عليه، اختبار ضغط المباريات. اتخيل ان النتائج في النهايه صبت لصالح النادي الاهلي وفي لصالح مارسيل كولر، وفي النهايه ايضا اثبت ان هو تخطى المرحله ديت وادى في الدور الاقصائي، سواء مواجهه الرجاء او في مواجهه الترجي، بشكل اكثر من رائع. في المباريات البطولات سواء مواجهه بيراميدز في نهائي كاس مصر او مواجهه بيراميدز في السوبر، ومن بدايه الموسم مع مواجهه الزمالك في السوبر المحلي الاول، كل دوت تخطاه مارسيل كولر بنجاح وبنجاح جيد جدا. اعتقد ان هي مراحل بيمر بيها اي مدير فني في تناوب المستوى او في الابس والداونز اللي احنا بنقولها، في تصاعد وفي تراجع بعض الشيء. ولكن اجمالا كان في احصائيه بعض الزملاء عملوها، ان بعد مباراه السوبر الاخيره المحلي، كولر خاض مع النادي الاهلي 40 مباراه، تخطى تقريبا 28 فوز 8 تعادل واربع هزائم فقط. الشباك النظيفه تخطى تقريبا 25 مباراه بشباك نظيفه، وده ارقام طيبه جدا وايجابيه جدا لمارسيل كولر، لو نضاف عليها كمان ثلاثيه مباراه الترجي. واعتقد ان مباراه الترجي القادمه كمان هتبقى في صالح النادي الاهلي. كل دي ارقام طيبه جدا وجيده جدا مقارنه حتى بميتسو موسيماني وبريني فايلر. اتخيل ان كولر ماشي في خط جيد جدا، وزي ما قلت لك هي المهم في الموضوع ده ان هي منظومه بتكمل بعضها، المدير الفني ده بيشتغل على اللي بعده. انا سعيد جدا بالتجربه بتاعه الدكتور احمد ابو الوفا المعد النفسي للنادي الاهلي، ان الراجل شغال على كل حاجه، لان احنا دلوقتي عندنا السوشيال ميديا بتضغط بشكل رهيب جدا على النجوم. طبعا محمد هاني على سبيل المثال اتعرض لضغط كبير جدا، حسين الشحات في فتره من الفترات اتعرض لضغط كبير جدا، قفشه، ومؤخرا محمد فخري رغم انه ما شاركش تعرض لضغط كبير جدا. كله الحقيقة أتخيل كل إن طبعاً وجود حد زي ده بطلب من كولر وبطلب من الجهاز الفني وبطلب من المنظومة بشكل عام، احنا محتاجين ده في الوقت ده.
اعتقد نجاح يحسب ايضا للنادي الاهلي والمعد البدني كمان كذلك. بص هو احنا بنتكلم في كبير جدا لانه وبالمناسبه الدكتور ايهاب علي استشاري تغذيه في النادي الاهلي اعتقد ان مفيش ملف يعني بنشتغل على الجانب النفسي بنشتغل على الجانب البدني بنشتغل على الجانب التغذيه السفريات بتتحط ازاي بتترتب ازاي زي ما قلت لك في لجان متخصصه لجنه التخطيط لجنه كوره في ناس شغاله في كل حاجه لجنه التذاكر في حضور المباريات بيشتغلوا على كل حاجه فده طبيعي ان انا اوفر كل العناصر دي لنجاح المنظومه. طيب فنيا اداء الاهلي عامل ايه خلال الفتره اللي فاتت؟ يعني احنا انا مش يعني مش بتاع كوره قوي لكن بلاحظ ان الفريق كله بيطلع يهاجم والفريق كله بيرجع يدافع بتلاقي محمد عبد المنعم في قلب ال 18 قدام وبيجيب اهداف كمان مظبوط وبتلاقي بيرستاوي بيرجع يدافع صحيح ده يحسب ايضا للجهاز الفني والمارسيل كولر ان هو عمل الفريق كوحده متكامله وضيف على كده كمان التطور الفني للعناصر اللي موجوده عنصر عنصر يعني صحيح. على سبيل المثال محمد هاني تحديدا كان متعرض لنقد كبير جدا دلوقتي محمد هاني من اكثر اللعيبه اللي عامله اسيست او صنعت اهداف في النادي الاهلي بعد معلول وحسين الشحات ده ما كانش موجود قبل كده بيرسيتاو زي ما انت قلت بيرسيتاو كان عنده مشكله في الجانب البدني فكان بيأدي في الجزء الهجومي بس دلوقتي لا التطور بقى موجود بشكل كبير جدا وبقى بيأدي هجومي ودفاعي محمد عبد المنعم بيكمل حمدي فتحي عنصر محوري جدا ومستواه بالمناسبه هو حمدي فتحي مميز في اكثر من مرحله ولكن في الفتره الاخيره ايضا مستواه بشكل رائع مع صحيح. مارسيل كولر فهو حتى على جانب التطوير الفني للعيبه ظاهر ده احمد عبد القادر بالمناسبه ظهر الدور الدفاعي بتاعه مع مارسيل كولر بشكل افضل من الفترات السابقه فالراجل بيشتغل على كل المحاور دي كهربا متوهج في الفتره الاخيره بعد عودته من الايقاف من خلال ان هو يدفع بيه ويظهر برغم ان هو راجع من فتره غياب كبيره جدا ده بياكد ان المدير الفني شغال مع الراجل حتى وهو غايب فلا العناصر ديت كلها بتاكد ان لا الجانب الفني للنادي الاهلي اتحرك كوحده واحده زي ما انت قلت الاداء الدفاعي والهجومي وزي ما قلت لك ده كمان بيترجم لارقام ثلاثيات كتيره جدا لمارسيل كولر على فرق كبيره فرق مش صغيره وعلى مباريات مختلفه سواء محليا او افريقيا النتائج اللي بيأديها الفريق الخروج بشباك نظيفه كل الحاجات اللي زي دي بتاكد ان لا على المستوى الدفاعي وعلى المستوى الهجومي الراجل شغال بشكل كويس جدا. طيب كابتن عبد الحميد زي ما حضرتك قلت ان هي منظومه صحيح. كل مدير فني بيبني على اللي قبله طبعا نقدر نقول ان مارسيل كولر ايه اللي اضافه بعد رحيل بيتسو موسيماني ايه اللي اضافه ل خلينا نقول سجل موسيماني للنادي الاهلي لو هنتكلم فنيا للاعبين وكمان خاصه ان في ناس كانت بتتكلم انه مثلا مارسيل كولر يفتقد لفكره الحلول الفنيه المبتكره السريعه يعني اثناء صحيح. المباريات فشايف هو ايه اللي اضافه للاهلي وايه نقط ضعفه برده او ايه الحاجات اللي المفروض يشتغل عليها اكتر تمام هو بس في حته الكوتشنج وحته تغيير الملعب او تغيير الاداء الفني في جوه الملعب خلينا نذكرها بعد كده ولكن انا شايف ان من الحاجات المهمه جدا اللي اكد عليها مارسيل كولر هو فكره ثقافه اللعب خارج الملعب او ثقافه تحقيق نتيجه ايجابيه خارج الملعب ده ظهر طبعا في مباراه الترجي الاخيره ان نفوز جوه رادس حصلت قبل كده ولكن بالرغبه وبالاداء ده وبالنتيجه الكبيره لا ان انا اتعادل مع الرجاء المغربي في عقر داره رغم ان الرجاء كان مهم جدا ان هو يعوض نتيجه الذهاب لا قدرت اعملها قبل كده مع القطن الكاميروني وغيرها يعني تقريبا لو استثنينا مباراه سان داونز اتخيل ان الراجل ده قدر يصنع فكره مع الاتحاد المنستيري عمل نتيجه ايجابيه قدر يصنع مباراة فكره تقريبا ليه مع الاهلي ايه مع الاتحاد المنستيري اول مباراه كان من بدايه المباريات ليه في الاهلي ففكره ان انا بحاول اصنع في ثقافه ان انا بعمل نتيجه ايجابيه او فوز خارج ملعبي دي مهمه جدا وهو برضو زي ما قلت لك اكد عليها من الاجهزه الاخرى موضوع بقى الكوتشنج لا انا شايف ان ده ظلم ان احنا نهاجم مارسيل كولر ان هو ما بيقدرش يغير مجريات المباراه بالعكس ده على سبيل المثال مثلا في مباراه بيراميدز في السوبر لما اتغير مركز رمضان صبحي نزل على طول خالد عبد الفتاح وحاول يقلل خطوره رمضان صبحي ولما نزل بعد كده الشحات وغيرهم ساعدوا وكهرباء ساعدوا في ان يبقى في شكل هجومي ويحسم مباراه السوبر في مباراه الرجاء تبديل حمدي فتحي تقريبا بعدها ب 10 دقائق حمدي فتحي اللي سجل الهدف الثاني للنادي الاهلي في الرجاء لا اعتقد في اكتر من شكل او لقطه بتؤكد ان مارسيل كولر بيقدر يغير المباراه وبيعمل باداره الكوتشنج بشكل اكثر من رائع على اي حال زي ما حضرتك قلت احنا المفروض نبص للارقام والاحصائيات بالظبط والتجربه ككل مش صحيح. بالقطعه زي ما احنا كنا بنتكلم
دول بني ادمين في الاول وفي الاخر، في ظروف بتحكمهم، في لعيبه كمان بتحكمهم، فطبيعي ان احنا نبص على التجربه ككل. بالتاكيد بنتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي، ونشكر حضرتك جزيل الشكر الناقد الرياضي عبد الحميد، فرجنا ورتنا في صباح الخير. الف شكر. شكرا جزيلا، سعيد ان كنت معك. مشاهدينا معاد موجز لاهم الاخبار مع دينا. شكرا لك يا شاذلي. التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة تابع عددي حزمة متكاملة من الحوافز والإعفاءات والتسهيلات في عدد من المناطق الصناعية واللوجستية في مصر لتشجيع تجارة الترانزيت وعمليات التصنيع والتصدير وإعادة التصدير. جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل. وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي اطلع خلال الاجتماع على مستجدات الجهود المكثفة التي تشترك فيها الدولة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي لإنشاء محاور لوجستية تنموية متكاملة تربط مناطق الإنتاج بمختلف أنواعها بالموانئ البحرية الجاري تطويرها لتصبح موانئ بحرية أو محورية ذات مستوى عالمي وطاقات استيعابية ضخمة. وجه الرئيس السيسي باستمرار العمل على التطوير الشامل للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي خاصة من خلال التحديث الإلكتروني والأرشفة الرقمية. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني اللواء أمير سيد أحمد ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي اللواء جمال عوض. ووجه الرئيس السيسي برفع كفاءة مختلف مكونات بنيتها التحتية وحوكمة عملية الصرف والتحصيل، وذلك في إطار سعي الدولة لتحسين مستوى الخدمات التأمينية المقدمة لأصحاب المعاشات والمستحقين. وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع شهد متابعة عملية تطوير الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في إطار رؤية مستقبلية شاملة تتضمن تحديث الهيكل الإداري للهيئة ومقراتها التأمينية. عقد المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان ورئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني المستشار محمود فوزي اجتماعا مع المقررين والمقررين المساعدين للمحاور الثلاث للحوار الوطني للانتهاء من التصور النهائي لهيكل وشكل سير الجلسات النقاشية. وناقش الاجتماع التأكيد على مشاركة جميع الفئات والجهات والتمثيل المتكافئ على طاولة الحوار الوطني. هذا ومن المقرر أن تعقد اليوم 4 جلسات واثنتان منها لمناقشة النظام الانتخابي لمجلس النواب واثنتان لمناقشة قضيتي القضاء على كافة أشكال التمييز، وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، وقضية تحدي التعاونيات وتقع ضمن القضايا المدرجة على جدول أعمال لجنة النقابات والمجتمع المدني. أعربت منظمة التحرير الفلسطينية عن شكرها لمصر على دورها الكبير في الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. هذا ودخل اتفاق وقف إطلاق النار برعاية مصرية بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة حيز التنفيذ ليل السبت، منهيا جولة من القصف المتبادل استمرت 5 أيام استشهد خلالها 34 فلسطينيا وقتل خلالها إسرائيلي واحد. رحب البيت الأبيض بإعلان وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة مشيدا بمصر لتواصلها في الاتفاق. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار في بيان إن المسؤولين الأمريكيين عملوا عن قرب مع الشركاء الإقليميين لوقف الأعمال القتالية من أجل منع سقوط المزيد من الخسائر في الأرواح وإعادة الهدوء. أعلن الجيش السوداني أن قوات الدعم السريع قصفت عددا من القرى في ولاية غرب دارفور، ما تسبب في إزهاق عدد كبير من الأرواح بالإضافة لخسائر في الممتلكات. وأضاف البيان أن قوات الدعم السريع تواصل عمليات القصف العشوائية على أجزاء من العاصمة الخرطوم، لافتا إلى قيامها بإجبار المواطنين على إخلاء منازلهم قصرا لاستخدامها في الأغراض الحربية.
أعلنت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان ارتفاع عدد الضحايا بين المدنيين منذ بداية الاشتباكات إلى 530 قتيلا و 2948 مصابا. وأشارت اللجنة إلى وجود العديد من الضحايا الذين لم يتم حصرهم بسبب صعوبة التنقل للمستشفيات والوضع الأمني في البلاد، مشيرة إلى أن 66% من المستشفيات القريبة من مناطق الاشتباكات أصبحت متوقفة عن الخدمة. قالت هانا ماليار نائبة وزير الدفاع الأوكراني أن قوات بلادها تتقدم في اتجاهين في مدينة باخموت شرق أوكرانيا، لافتة إلى أن الوضع في وسط المدينة أكثر تعقيدا، وكانت روسيا قد اعترفت بأن قواتها تراجعت شمالي باخموت قبل هجوم مضاد تعهدت أوكرانيا منذ فترة طويلة بشنه، وذلك لاستعادة المزيد من الأراضي التي فقدتها بعد بدء الأزمة العام الماضي. أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن المحادثات مع الكونغرس تمضي قدما فيما يتعلق برفع سقف الديون الحكومية في الولايات المتحدة. وقال بايدن لصحفيين في قاعدة أندروز المشتركة إن المزيد من المعلومات حول التقدم المحرز ستعرف في اليومين المقبلين. ختام موجز التاسعة، فاصل ونعود لحضراتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر. قطرة من قطرات التنمية هو البحث العلمي، وهو عصب التنمية في الكثير من المجتمعات. لسه فقرتنا مستمرة عن دعم الدولة للبحث العلمي. طبعا معنا الدكتور أحمد جمعة نائب رئيس جامعة النيل الأهلية للبحوث. بنرحب بحضرتك مجددا يا فندم. أهلا بيك يا فندم. كنا بنتكلم قبل الفاصل في قيمة الدعم اللي بتوجهه الدولة لدعم البحث العلمي. الإحصائيات أو التقارير كمان اللي صدرت بتقول أنه في عام 2014 كان الدعم 330 مليون جنيه لدعم البحث العلمي، دلوقتي احنا بنتكلم في 2 مليار جنيه. اعتقد ان الرقم كبير جدا، وبكل تاكيد ده بيؤكد دعم الدوله للبحث العلمي. حقيقي ده حقيقي، وده ظاهر زي ما قلنا في الكثير من النشاطات اللي هي الدعم من خلال اكاديميه البحث العلمي، المشروعات والشبكات العلميه، وكمان المجلات اللي بدات تظهر من خلال مصر على مستوى العالم، والورش العمل اللي موجوده، وتشجيع شباب الباحثين بالكثير من المجالات والبرامج، وده طبعا واضح كتير خلال الفترة السابقة يعني. واحنا كنا بنتكلم على منظومة الابتكار، هي يعني الابتكار في الحقيقة، لأن دي نقطة مهمة جدا، ومراحل الابتكار والانتقال من الاقتصاد الموارد إلى اقتصاد المعرفة، ودي رحلة زي ما قلنا إن هي مهمة جدا، لأن معظم دلوقتي اقتصاديات البلاد المتقدمة بتعتمد على الشركات الناشئة والمتوسطة، ودي نقطة مهمة جدا، لأن الشركة دلوقتي مش محتاجة أن أنا يكون عندي مكان واسع أو يكون معاد موجز لأهم الأخبار مع دينا. شكرا لك شاذلي. التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت جرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بأعداد حزمة متكاملة من الحوافز والإعفاءات والتسهيلات في عدد من المناطق الصناعية واللوجستية في مصر لتشجيع تجارة الترانزيت وعمليات التصنيع والتصدير وإعادة التصدير. جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل. وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي اطلع خلال الاجتماع على مستجدات الجهود المكثفة التي تشترك فيها الدولة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي لإنشاء محاور لوجستية تنموية متكاملة تربط مناطق الإنتاج بمختلف أنواعها بالموانئ البحرية الجاري تطويرها لتصبح موانئ بحرية أو محورية ذات مستوى عالمي وطاقات استيعابية ضخمة. وجه الرئيس السيسي باستمرار العمل على التطوير الشامل للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي خاصة من خلال التحديث الإلكتروني والأرشفة الرقمية. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني اللواء أمير سيد أحمد ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي اللواء جمال عوض.
ووجه الرئيس السيسي برفع كفاءة مختلف مكونات بنيتها التحتية وحوكمة عملية الصرف والتحصيل، وذلك في إطار سعي الدولة لتحسين مستوى الخدمات التأمينية المقدمة لأصحاب المعاشات والمستحقين. وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع شهد متابعة عملية تطوير الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في إطار رؤية مستقبلية شاملة تتضمن تحديث الهيكل الإداري للهيئة ومقراتها التأمينية. عقد المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان ورئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني المستشار محمود فوزي اجتماعا مع المقررين والمقررين المساعدين للمحاور الثلاث للحوار الوطني للانتهاء من التصور النهائي لهيكل وشكل سير الجلسات النقاشية. وناقش الاجتماع التأكيد على مشاركة جميع الفئات والجهات والتمثيل المتكافئ على طاولة الحوار الوطني. هذا ومن المقرر أن تعقد اليوم 4 جلسات، واثنتان منها لمناقشة النظام الانتخابي لمجلس النواب، واثنتان لمناقشة قضيتي القضاء على كافة أشكال التمييز، وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، وقضية تحدي التعاونيات وتقع ضمن القضايا المدرجة على جدول أعمال لجنة النقابات والمجتمع المدني. أعربت منظمة التحرير الفلسطينية عن شكرها لمصر على دورها الكبير في الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. هذا ودخل اتفاق وقف إطلاق النار برعاية مصرية بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة حيز التنفيذ ليل السبت، منهيا جولة من القصف المتبادل استمرت 5 أيام استشهد خلالها 34 فلسطينيا وقتل خلالها إسرائيلي واحد. رحب البيت الأبيض بإعلان وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة مشيدا بمصر لتواصلها في الاتفاق. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار في بيان إن المسؤولين الأمريكيين عملوا عن قرب مع الشركاء الإقليميين لوقف الأعمال القتالية من أجل منع سقوط المزيد من الخسائر في الأرواح وإعادة الهدوء. أعلن الجيش السوداني أن قوات الدعم السريع قصفت عددا من القرى في ولاية غرب دارفور، ما تسبب في إزهاق عدد كبير من الأرواح بالإضافة لخسائر في الممتلكات. وأضاف البيان أن قوات الدعم السريع تواصل عمليات القصف العشوائي على أجزاء من العاصمة الخرطوم، لافتا إلى قيامها بإجبار المواطنين على إخلاء منازلهم قصرا لاستخدامها في الأغراض الحربية. أعلنت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان ارتفاع عدد الضحايا بين المدنيين منذ بداية الاشتباكات إلى 530 قتيلا و 2948 مصابا. وأشارت اللجنة إلى وجود العديد من الضحايا الذين لم يتم حصرهم بسبب صعوبة التنقل للمستشفيات والوضع الأمني في البلاد، مشيرة إلى أن 66% من المستشفيات القريبة من مناطق الاشتباكات أصبحت متوقفة عن الخدمة. قالت هانا ماليار نائبة وزير الدفاع الأوكراني أن قوات بلادها تتقدم في اتجاهين في مدينة بخموت شرق أوكرانيا، لافتة إلى أن الوضع في وسط المدينة أكثر تعقيدا، وكانت روسيا قد اعترفت بأن قواتها تراجعت شمالي بخموت قبل هجوم مضاد تعهدت أوكرانيا منذ فترة طويلة بشنه، وذلك لاستعادة المزيد من الأراضي التي فقدتها بعد بدء الأزمة العام الماضي. أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن المحادثات مع الكونغرس تمضي قدما فيما يتعلق برفع سقف الديون الحكومية في الولايات المتحدة. وقال بايدن لصحفيين في قاعدة أندروز المشتركة إن المزيد من المعلومات حول التقدم المحرز ستعرف في اليومين المقبلين. ختام موجز التاسعة، فاصل ونعود لحضراتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر.
في شك طبعا ان مصر قطعت شوط كبير جدا في ملف البحث العلمي على مدار السنين اللي فاتت. قدرنا طبعا خلال فتره قليله جدا احنا نعيد خريطه مستقبل البحث العلمي، وده من خلال تدعيم الجامعات المصريه بمجموعه كبيره من الادوات والاستراتيجيات لتعظيم الاستفاده من هذا المجال. حاليا البحث العلمي هو واحد من اهم الملفات القويه اللي بتعزز قوة الدول، وبالتأكيد مصر إذا توفر فيها كل الإمكانيات المطلوبة لدعم وتدعيم هذا الملف هنقدر نقدم الكثير في كل المجالات. عشان كده النهاردة هيكون لينا مناقشة خاصة عن مستقبل البحث العلمي، مناقشة خاصة نتكلم فيها عن الأولويات المطلوبة واللي محتاجينها خلال الفترة اللي جاية. فمعانا دلوقتي طبعا دكتور أحمد جمعة نائب رئيس جامعة النيل الأهلية للبحوث، منورنا في استوديو. صباح الخير يا مصر، أهلا بيك يا دكتور. أهلا بيك. صباح الخير عليك يا فندم. صباح الخير. أهلا بحضرتك. ربنا يكرمك. طيب في البداية دكتور خلينا بس مش هقول يعني نرجع سنين كتير لورا، لكن على الأقل في آخر 3 سنوات إيه اللي حصل في ملف البحث العلمي؟ إيه اللي كنا بنفتقر إليه في هذا الملف وتحقق حتى الآن؟ وطبعا لسه قدامنا شوط كبير، لكن إيه اللي تحقق حتى الآن؟ تمام. شكرا لحضراتكم على استضافتي في البرنامج. وطبعا البحث العلمي قاطرة التنمية في الدول العظمى. خلال الفترة السابقة حصل تطور كبير جدا، وده كان باين من عدة محاور. أول محور لو هنتكلم على التصنيف الدولي لمصر، مصر دلوقتي أكورد اللي تبع سايماجو اللي هو الأسباني، التصنيف الأسباني رقم 24 في خلال 22 سنة 22، بعد ما كانت في من 3-4 سنين في المستوى في الليفل 39 او 37. طبعا ده نقله حضاريه كبيره جدا. وطبعا ده تخلل من 3 سنين 39 كانت 37 بقت السنه 22 24 من 37. انا بس عايز اشير لنقطه مهمه، ان احنا من 2011 لحد 3 سنين زي ما الدكتور بيقول اللي هو مثلا 2019 ولكن 2020 كنا من المركز 40 بين المركز 39، يعني بنتكلم في 10 سنين. وده برضو في التقرير في خلال 10 سنين تقدمنا مركز واحد. Yes. لكن من اول 2019 او 2020 لحد دلوقتي انتقلنا من 39 ل 24. مظبوط. يس. ودي كانت طفره كبيره جدا، وطبعا دي كانت مبنيه على انجازات كبيره تمت. وطبعا من ضمن الحاجات كمان ان احنا كان ترتيبنا دلوقتي ال 21 في مستوى السيتيشن او الاستشهادات. ودي ليها علاقه بالكواليتي نفسها، الجوده بتاعت البحث العلمي. فمن وجهة نظر العدد احنا رقم 24 كنا 37، من وجهة نظر الجودة والاستشهادات احنا 21. عشان بس الناس تفهم اكتر يا فندم، السيتيشن او الاستشهادات هي فكرة توثيق المعلومات اللي موجودة في البحث، يعني فكرة الجودة او مصداقية البحث او المعلومات. بالظبط. او ان في حد شاف ان المعلومة اللي قالها المصريين دي كويسة، فبدأ ان هو يشير اليها ويستخدمها كمرجع. ودي الاستشهادات. فدي غير كده ان احنا في المجالات المختلفة كمان حصل تقدم كبير، وصلنا لمراكز عالية جدا، مراكز 11 و15 في بعض المجالات زي الكيمياء التحليلية والبايوتكنولوجي، بعد ما كنا في الليفل العشرينات والثلاثينات في مجالات كتير قوي. فدي نقطة مهمة. في سايماجو ده كان عندنا 48 جامعة اوريدي يعني جوه هذا التصنيف، وده أكبر عدد من الجامعات موجود على مستوى الوطن العربي وأفريقيا. كمان إحنا عندنا التصنيف اللي هو تايمز THE تايمز هاير إديوكيشن، ده اللي هو الإنجليزي. برضو إحنا عندنا يمكن إحنا أكتر دولة عندها عدد من الجامعات مصنف جوه هذا التصنيف، موجود جوه هذا التصنيف 40 جامعة بعد ما كنا 19 سنة 2019. وده طبعا برضو تطور كبير. وفي عندنا جامعات كبيرة بقى فيها بعض التخصصات في أول 50. الحاجة التانية غير دوت، احنا بنتكلم على عدد زيادة عدد الفاسيلتيز والجامعات اللي موجودة في مصر. احنا عندنا دلوقتي أكتر من 93 جامعة موجودة، سواء جامعة تكنولوجية والجامعات الجديدة والأهلية والجامعات المنبثقة من الجامعات المصرية، وتحتاج المزيد، ودي أساس قوي جدا عشان نبني على أساسه. عندنا كمان عدد الباحثين اللي تم الإشارة إليهم في تقرير ستانفورد 2% اللي هو بيطلع سنوي، بقى أكتر من 400 باحث، ودي اللي هم على مستوى العالم في كل التخصصات بعد ما كنا في 2019 حاجة و70. غير كده احنا بنتكلم على زيادة الدعم اللي موجود من الدولة
في من خلال أكاديمية البحث العلمي وصندوق تطوير العلوم والتكنولوجيا. غير كده كمان بنتكلم على المشاريع القومية الكبيرة جدا، عندنا مشروع الجينوم المصري مشروع مهم جدا، عندنا مشروع المتحف الكبير، عندنا مشروع الطاقة المتجددة، عندنا مشروع أكاديمية الرياضيات المصرية عظيم. عندنا وحضرتك بتتكلم برضو في نفس النقطة، بتتكلم عن دعم الدولة. من المعروف أن قيمة البحث بتتمثل فيما ينتج عنه من أفكار وحلول مبتكرة لمشاكل بيعيشها المجتمع. هل الدولة بتتوجه أو بتوجه البحث العلمي في كتير من الجامعات، والجامعات كمان بتوجه الطلبة أو الباحثين بتوعها من أجل إيجاد حلول للمشكلات اللي بيعيشها بالفعل المجتمع المصري؟ بص، هي القصة طويلة جدا. احنا بنتكلم البحث العلمي هو مردوده بيبقى دايما بعيد شوية. الاتجاهات بدأت وآثارها بيزداد، ولكن احنا محتاجين المزيد من الخطوات اللي هتشجع على دوت. يعني الفكرة الأساسية ان احنا ننتقل من اقتصاد الموارد، اقتصاد الموارد اللي هو ان احنا بنبيع خامات أساسية الى اقتصاد مبني كلام على الكفاءة، ان انا ابدأ اخد المواد الاولية دي واستخدم تكنولوجيا اجنبية عشان اطلع منتج، الى اقتصاد المعرفة، ودوت ان احنا يبقى عندنا التكنولوجيا بتاعتنا. لكن احنا طبعا شغالين بكل تأكيد على كل هذه المراحل، وهنكمل حديث مع حضرتك عن التفاصيل المتعلقة بالتقرير دعم الدولة للبحث العلمي. قيمة الدعم كمان كانت كام في 2014 ووصلت كام، لكن هستأذنك نروح لفاصل. مشاهدينا فاصل سريع، نرجع من بعد نكمل هذه الفقرة. قطرة من قطرات التنمية هو البحث العلمي، وهو عصب التنمية في الكثير من المجتمعات. لسه فقرتنا مستمرة عن دعم الدولة للبحث العلمي. طبعا معنا الدكتور أحمد جمعة، نائب رئيس جامعة النيل الأهلية للبحوث. بنرحب بحضرتك مجددا يا فندم. أهلا بيك يا فندم. كنا بنتكلم قبل الفاصل في قيمة الدعم اللي بتوجهه الدولة لدعم البحث العلمي. الإحصائيات أو التقارير كمان اللي صدرت بتقول أنه في عام 2014 كان الدعم 330 مليون جنيه لدعم البحث العلمي. دلوقتي احنا بنتكلم في 2 مليار جنيه، اعتقد ان الرقم كبير جدا، وبكل تاكيد ده بيؤكد دعم الدوله للبحث العلمي. حقيقي، ده حقيقي، وده ظاهر زي ما قلنا في الكثير من النشاطات اللي هي الدعم من خلال اكاديميه البحث العلمي، المشروعات والشبكات العلميه، وكمان المجلات اللي بدات تظهر من خلال مصر على مستوى العالم، والورش العمل اللي موجوده، وتشجيع شباب الباحثين بالكثير من المجالات والبرامج، وده طبعا واضح كتير خلال الفترة السابقة يعني. واحنا كنا بنتكلم على منظومة الابتكار، هي الابتكار في الحقيقة، لأن دي نقطة مهمة جدا، ومراحل الابتكار والانتقال من الاقتصاد الموارد إلى اقتصاد المعرفة، ودي رحلة زي ما قلنا إن هي مهمة جدا، لأن معظم دلوقتي اقتصاديات البلاد المتقدمة بتعتمد على الشركات الناشئة والمتوسطة، ودي نقطة مهمة جدا، لأن الشركة دلوقتي مش محتاجة أن أنا يكون عندي مكان واسع أو يكون عندي ريسورسز كبيرة، ممكن تكون فكرة تقدر أن هي تبني بشكل كبير. وإحنا عندنا في نماذج كبيرة، ممكن يكون زي ما احنا بدون ذكر أسماء الشركات، ما يكون عندي شركة بتقدر تشغل تاكسيات، تقدر ان هي ما عندهاش تاكسي بس هي في الاخر تقدر ان هي تبقى عندها اقتصاد كبير، وممكن يكون موقع على الانترنت يقدر يأجر اوتيلز على مستوى العالم، يقدر من غير ما يكون هو اصلا عنده اوتيلز بس في الاخر يقدر ان هو يدخل انكم كويس. وبالتالي هي منظومة الابتكار زي ما قلنا فيها خمس مراحل مهمين جدا، تبدأ من الاستكشاف، وثم البحث العلمي، ثم التطوير، ثم التجربة، وبعد ذلك التسويق. فنقطة الحاجات دي مهمة جدا. احنا عندنا الاستكشاف نقطة مهمة موجودة، والبحث العلمي موجود فيه، بس يعني بدأنا نشتغل في التطوير بشكل كبير، وينقصنا التجربة بشكل أكبر شوية، ثم التسويق للمنتجات بتاعتنا بشكل كبير. ودي طبعا نقاط أساسية هتفيد الاقتصاد القومي إن شاء الله في الفترة القادمة. طيب دكتور، زي ما حضرتك أشرت أنه مصر بتتخذ المعرفة والابتكار والبحث العلمي كركائز للتنمية واستراتيجية 2030، هيمكن ده بيحصل ازاي؟ بيحصل من خلال الاستثمار في البشر اللي هم الباحثين.
وفي وقت من الأوقات السنين اللي فاتت كنا دايما بنشوف تعليقات زي أنه الباحث أو العالم أو الطبيب لما المصري هايل جدا لكن بينتج أو بينجح لما بيخرج بره. ده ليه؟ عشان بره بيكون مهيئ المناخ للعالم أو الباحث أنه يقدر يشتغل ويخرج أفضل ما عنده. دلوقتي إحنا بنتكلم في منظومة تطوير، وبالتالي عشان أقدر أطور البحث العلمي لازم أطور أو أهيئ المناخ لهذا العالم أو هذا الباحث. إيه اللي عملنا في هذا الملف تحديدا؟ في الحقيقة في خطوات كتيرة زي ما قلنا بدأت، بس الأجيال محتاجة أن هي الاستمرار. طبعا هي أي منظومة بتبدأ برؤية ثم أهداف ثم بعد كده الخطة اللي حضرتك بتقولها بتعتمد على أربع آيتمز، أربع حاجات. أول حاجة الإنسان، والإنسان ده الباحث المصري في عندنا أربعة كاتيجوريز ليه، يعني اللي هو النوابغ اللي هم قبل التعليم الجامعي، ودي محتاجين رعاية بشكل كبير والدولة بدأت بس محتاجين نحسن ده أكتر. الطالب المصري في الجامعة بشكل كبير، وطبعا ده برضو تم الاعتناء بيه بس برضو still we need more لسه محتاجين نشتغل عليها أكتر شوية، لأن طبعا وجود مثلا بنك المعرفة المصري ده كنز كبير جدا، ساعد الكثيرين من الطلبة اللي هم في قبل التعليم الجامعي وفي التعليم الجامعي والباحثين بشكل كبير. الباحثين المصريين اللي هم في الحقيقة عنصر أساسي، ثم زي ما حضرتك بتقولي الباحثين اللي هم في الخارج. بجانب دوت عندنا المعامل الأساسية اللي هي بتتيح للبحث العلمي ان هو يتم بشكل كويس. انا في الحقيقة نفسي يبقى عندنا مركز، يعني مركز يكون فيه كل المعامل متاحة، ويكون عندنا قاعدة بيانات. موجود عندنا حاجات كتيرة في مصر، بس عايزين قاعدة بيانات تكون للباحثين الموجودين جوه مصر بشكل كبير عشان نقدر نتكامل فيما بيننا. عايزين قاعدة بيانات لكل المعامل اللي موجودة والأجهزة تبقى متاحة للناس بشكل كبير، لأن أنا ممكن أكون محتاج جهاز في أسوان ومعرفش أنه هو موجود وعندي استعداد أسافر عشان أعمل التجارب بتاعتي هناك. محتاج يكون في تمويل من الشركات والمصانع اللي بدأت، بس لازم تزيد شوية، ولازم يكون already في الدول العظمى بيبقى فيه نسبة من الناتج بتاع الشركة للآر ان دي أو ريسيرش اند ديفلوبمنت، ودوت بيبقى مقابل ليه تسهيلات في الضريبة وبعض المزايا للشركة، وده مهم جدا لأن لازم ربط الصناعة بالجامعات بشكل كبير. صحيح. ولازم يكون في عندنا كمان رؤية الشركات الناشئة الجديدة، وده في الحقيقة تم مؤخرا بشكل كبير. يعني احنا عندنا مبادرة رواد النيل، دي برعاية البنك المركزي، وده يعني في خلال الخمس سنين السابقة في أكتر من 300 شركة ناشئة تم تبنيها من خلال هذه المبادرة، من مبادرة رواد النيل برعاية البنك المركزي وجامعة النيل في الحقيقة. والعدد كبير، عدد فتح يعني شغل كبير لناس، وبدأ يدخل إنكم أكتر من 1 بليون إيجيبشن باوند للاقتصاد من خلال الشركات البسيطة دي. حاجات كتيرة قوي إحنا محتاجين نفكر فيها، بدأت بس عايزين نستمر فيها. عظيم. كل اللي حضرتك ذكرته ده مهم جدا، وإحنا دلوقتي فرصة هايلة للحديث عن هذا الأمر، طبعا في وجود الحوار الوطني، وبكل تأكيد الحوار الوطني عنده 113 قضية، فبكل تأكيد مهتم بالبحث العلمي وبمخرجات البحث العلمي وكيف يتم ربطه بالصناعة. فأعتقد أن كل المعوقات أو الحاجات اللي حضراتكم كمتخصصين في البحث العلمي محتاجينها من الممكن أن يتم طرحها بكل تأكيد في الحوار الوطني. وطبعا لسه كلامنا مستمر عن مستقبل البحث العلمي وأولويات وتعظيم مخرجات البحث العلمي. دلوقتي طبعا معنا دكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس. صباح الخير عليك يا دكتور. صباح الخير يا فندم. يا أهلا بحضرتك. وإحنا بنتكلم عن دعم الدولة لهذا الملف المهم وهو طبعا البحث العلمي، عايزين نعرف ايه اللي قامت بيه جامعاتنا المصريه الحكوميه على مدار السنوات اللي فاتت في دعم وتطوير هذا الملف. طيب صباح الخير على حضرتك وعلى مشاهدينك وعلى ضيفك الكريم الدكتور احمد جمعه. انا سامع كلام الدكتور احمد جمعه كلام محترم وكلام موزون جدا جدا، وفي الصميم زي ما احنا بنقول، في زي كنا بنتكلم على مجال البحث العلمي، وفي رغبه لتطوير البحث العلمي في مصر والاستفاده منه. الجامعات الحكومية فندم مش بعيدة عن البحث العلمي الهادف المحترم، بدليل ان الجامعات المصرية الحمد لله البحث العلمي اللي هو الناتج الاساسي بتاعه اللي هو البحوث التطبيقية او البحوث العلمية
ماشيه في اتجاه كويس جدا في الفتره اللي فاتت، وكان ده باين قوي ان في كثير من الجامعات المصريه ظهرت في التصنيف العالمي، وكمان بتظهر اكثر في التصنيفات المرتبطه بالسبجكت او العلوم التخصصيه، اذا كان طب او صيدله او زراعه او علوم اساسيه او علوم انسانيه الى اخره. البحث العلمي في مصر استكمال لكلام الدكتور احمد بيه، البحث العلمي بخير، لكن هو زي ما حضرتك كنت بتقول في سؤال في منتهى الاهميه، الباحثين المصريين لما بيطلعوا بره بيبقوا متميزين جدا وبيبقوا اون تراك على طول، لهم فتره بسيطه قوي اشتغلوا في المعمل وبيدوروا مع الترس الموجود في الدول اللي هم بيدرسوا فيها. ده ان دل على شيء فيدل على ان الباحث المصري متاسس كويس جدا في مرحله البكالوريوس ومرحله الدراسات العليا. وكلنا سافرنا بره وخدنا دكتوراه من بره، وما كانش عندنا اي سيره اي مشاكل خالص متعلقه بانك تبقى انجيج وماشي مع الترس اللي بيدور داخل المؤسسه البحثيه اللي انت بتدرس فيها دكتوراه او بتعمل سنه دكتوراه بعد الدكتوراه. ده عشان بس اطمن حضرتك اذا كنا احنا بنتكلم على البحث العلمي من منظور يعني نود اصلاحه او تطويره او تحسينه او الاستفاده منه او تعظيم الاستفاده منه اذا كنا ايه. طب يا فندم اعذرني للمقاطعه، لكن واحنا يعني خلينا نستغل فرصه ان حضرتك معانا، لو هنتكلم على جامعه قناه السويس على سبيل المثال، الباحثين زي ما كنا بنتكلم انه لازم يتم توفير دعم مادي ومعنوي وتقني ليهم، يعني زي بمنتهى البساطه كده نخلي مخهم يعني مهيئ تماما ومش مشغول بحاجه غير البحث العلمي ومشروعه وابتكاره اللي هو بيشتغل عليه بشكل عام. ايه اللي حصل في النقطه دي تحديدا حتى الان؟ طيب ده سؤال كويس قوي، واللي هيتقال على جامعه قناه السويس هينسحب على كل الجامعات. اذا كنا بنتكلم على بحث علمي جيد فده الدوله بتتحمل جزء منه فقط وليست كل المسؤوليه. لان البحث العلمي في كل الحالات زي ما كان الدكتور احمد بيتكلم من اول الفكره ثم البحث العلمي ثم اذا كان في تطوير وتطبيق واستثمار بعد كده، احنا بنتكلم على منظومه متكامله. مفيش دوله في العالم بتتحمل مسؤوليه البحث العلمي والتنميه بمفرده. عندنا في الشركات القطاع الصناعي القطاع الزراعي القطاع التجاري المؤسسات الاستثماريه كلها لازم تبقى انجيجد وبتشتغل معانا وبتمد ايديها، لانها هي اللي هتستفيد الاول والاخير من مثل هذه البحوث والاستثمار في البحث العلمي. جامعه قناه السويس على سبيل المثال، يعني احنا عندنا شغالين كويس قوي مع المحافظه في جميع القطاعات سواء القطاع الاستثماري او الصناعي او المنطقه الصناعيه، بنروح لهم وهم بيجوا لنا عارفين مشاكلهم كويس، بنشتغل معاهم عندكم مشكله ايه؟ عندنا مشكله معالجه ماء الصرف الصحي وازاي ندورها ونعملها بالتايتل مثلا على سبيل المثال، عندنا مشاكل متعلقه بالنسيج الصبغات الحاجات دي كلها، فده احنا بنشتغل عليه. المتبقي فقط عشان بس ما يبقاش في نوع من اللف والدوران هو مساهمات القطاعات مثل هذه القطاعات في البحث العلمي والتمويل. ما فيش دولة في العالم يا فندم البحوث التطبيقية أو البراءات الاختراعات أو إلى أو نواتج البحث العلمي ما بتستثمرش استثمار جيد للجامعات ويبقى لها دخل جيد بحيث إن الجامعة ترفع إيديها من المطالبات الملحة والكثيرة جدا للدولة. أنا دارس في الخارج والدكتور أحمد جمعة أكيد دارس في الخارج ومعظم باحثين الحمد لله متخرجين من مدارس كويسة. أنا كنت شغال في معمل في الصين سنة 2000، المعمل ليه سبونسر ليه راعي بيصرف على المعمل وبيصرف على كل الباحثين اللي في المعمل سالري مرتبات وبيدينا المؤتمرات بتاعتنا، مقابل ده انه عنده مشكله كلنا كل المعمل شغال على مشكله واحده. تخيلي 40 50 باحث بيشتغلوا على مشكله واحده كل واحد بياخدها من منظور لغايه لما نلاقي الحل نبدا نديه نطبقه. ده في عايز تحسين دكتور احمد كان بيقول نبدا نشتغل على التحسين والتطوير وبعدين نطبق في ارض الواقع ونستثمره. كل الجامعات المصريه بالمناسبه حالتها متقاربه. لابد من تغيير المفهوم المصري للبحث العلمي. البحث العلمي مش مسؤوليه جامعات ولا مراكز بحثيه. تغيير المفهوم عند مين يا فندم؟ ولكن مسؤوليه مجتمعيه متكامله لقطاعات الدوله بالكامل، مش على فكره مش قطاعات الدوله اللي هي الحكوميه. لا القطاع الخاص اكثرهم كل دول العالم القطاع الخاص هو المستثمر الاكبر، وزي ما الدكتور احمد كان بيقول الار ان دي كل الشركات في العالم لها نسبه مساواه، والبنوك بالمناسبه والقطاع والمجتمع المدني، لان كله هيستفاد من البحث العلمي، مفيش حد ما استفادش من البحث العلمي، لازم كله يساهم بقدر مفهوم معروف ويبقى في نسبه من مساهمات هذه الشركات والارباح بتاعتها بتخش في تطوير البحث العلمي
في المراكز البحثيه او في الجامعات سواء جامعات حكوميه او جامعات طيب دكتور ناصر، حضرتك دلوقتي اجملت المشكلات وقلت ان هذه المشكلات اللي بتواجه الباحثين ده مشكلات معممه في كل الجامعات، عشان نوصل صوتنا للحوار الوطني عملنا ايه؟ طيب هو احنا اشتركنا في معظم رؤساء الجامعات اشتركوا في الندوات الاولى للحوار الوطني، لكن الندوات التخصصيه احنا ما حدش فينا دعانا وتاخرنا، لكن اكيد في لسه الحوارات ممتد لفتره طويله، فاعتقد صحيح هيدعونا في الحاجات المتعلقه مع وزاره التعليم العالي والبحث العلمي ورؤساء المراكز البحثيه ورؤساء الجامعات سواء حكوميه او اهليه او خاصه. دي احنا متاكدين منها لان احنا ابلغنا مثل هذا مثل هذه الاجتماعات، فاكيد هنشترك فيها وهنوضح لهم الرؤيه فعلا، لان فعلا انا بقول لحضرتك من العالم كله شغال على كده. ولو جبت حد ضيف ثاني كريم غير الدكتور احمد هيقول لك نفس الكلام، لان العالم كله شغال كده، ما فيش دوله بتصرف بمفرطها على البحث العلمي. ميزانيات الدول حتى لو كانت اعلى الدول لا تتحمل ميزانيات البحث العلمي، البحث العلمي محتاج اجهزه ومعدات، واحنا عندنا الانسترومنتيشن او الاجهزه العلميه في كل يوم في تطور. طبعا النقطة المهمة جدا اللي كان الدكتور احمد بيقولها اللي هي الداتا بيز الخاصة بالاجهزة والمعدات، وطمنك يا دكتور احمد ان احنا حاليا عندنا في وزارة التعليم العالي عندنا المعمل المركزي موجود عليه داتا بيز جميع الاجهزة فوق 100,000 جنيه موجود على الـ على الـ على البنك بتاع الاجهزة، تقدر تخش عليها وتشوف الحالة بتاعتها اذا كانت شغالة ولا لا، وتكلفة الكوست بتاعت الرن او التجربة الواحدة او التقرير الواحد اللي كنت عايز تشتغل عليه وموجود فين وتحيته ودرجه صيانته، فدي دي متاحه حاليا الحمد لله احنا شغالين فيها، بالاضافه طبعا لبنك المعرفه اللي هو عامل خدمات جيده جدا للباحثين. طيب يا فندم، من كام شهر كان في حدث مهم في جامعه قناه السويس عنوانه النسخه العاشره من مؤتمر الباحثين بالجامعه. سؤال حضرتك برجوع مره ثانيه للحوار الوطني من خلال هذا الحدث يا فندم، ايه المشكلات اللي وضعتم ايديكم عليها مع شباب الباحثين اللي من المفترض انها تكون على اولويات توصيات حضراتكم او مقترحات او اطروحات حضراتكم للحوار الوطني؟ احنا فعلا كنا من فتره بسيطه كان عندنا مؤتمر التميز البحثي او المرتبط بالبحث العلمي لاعضاء هيئه التدريس والجونيور بتوع الجامعه اللي هو الباحثين الشباب او شباب الباحثين، كان في توصيات كويسه خاصه مرتبطه معظمها بالتمويل وربط البحث العلمي بالقطاعات الصناعيه والخدميه والتجاريه والى اخره. كان اهم حاجه لابد من ان احنا نبحث عن مصادر تمويل، دي العقبه الاساسيه في البحث. النقطه الثانيه ودي لازم يعني ما نغطش الطرف عنها يا فندم، اللي هي المرتبطه بالتنسيق الكامل في البحث العلمي، لان احنا جزء يعني مش عايزين يعني نتجمل، جزء كبير من البحث العلمي في مصر مرتبط بالترقيه، بالبحوث المرتبطه بعمليه الترقيه من درجات مدرس الى استاذ مساعد ثم استاذ او من باحث لباحث مشارك او باحث اول في المراكز البحثيه. هذا النمط من البحوث الدوله ما بتستفادش منه كتير، لانه غالبا بيبقى مرتبط ان انا عايز اترقى. لكن البحوث اللي الدوله ممكن تشتغل عليها كويس والبحث العلمي الجيد اللي هيسهم بشكل جيد في تطوير وتنميه وتطوير المجتمع المصري هي البحوث التكامليه المرتبطه بقطاعات مختلفه. يعني لازم مثلا جامعه قناه السويس مع جامعه ثانيه جامعه السويس او بورسعيد الى اخره او الجامعات القريبه منها زي دي تشتغل على موضوع كبير جدا جدا بكل تشعباته، وتبقى هي المسؤوله عنه، جامعه القاهره وجامعه عين شمس وجامعه حلوان مثلا تشتغل على في قطاع معين. طبعا مش هيبقى حكر عليها والناس ما حدش تخش هذا المجال، لكن تكراريه البحوث المرتبطه بالترقيه، والدكتور احمد جمعه عارف انا قصدي ايه، بتدي نوع من الريبليكيشن او التكرار الممل في البحث العلمي، ولما تيجي نلوم بعض الزملاء في الترقيات يقول لك ما هو انا الامكانيات المتاحه عندي مش بالقدر الكافي او انا مرتبط بالخمس سنين عشان الترقيه، وان كان حاليا في مفهوم في الوزاره احنا بدانا عندنا اللي هو الفاست تراك اللي هو الفاست تراك اللي هو المسار السريع للباحثين المتميزين، وده نهج حميد للوزاره عاملاه لشباب الباحثين المتميزين اللي بينشروا في مجلات علميه. يعني عندنا باحثين مصريين يا فندم بينشروا في دوريات ومجلات عالميه يا فندم. احنا عندنا يعني ابسط مثال يا فندم هقول لحضرتك، السنه اللي فاتت واحنا بنصرف مكافآت التميز البحثي لشباب الباحثين واعضاء التدريس من جامعه قناه السويس، انا صارت
مبلغ معين لدى الذكره ل 450 بحث علمي من كيو 1 لكيو 4 كويس، اللي هي التقسيمه المشهوره بتاعه المجلات العلميه رفيعه المستوى. طيب او محكمه دوليه المعترف بها عالميا. طيب السنه دي لغايه الان انا متقدم عندي فاكر 450، السنه دي 850 بحث متقدمين عشان ياخدوا مكافئات التميز البحثي الجامعه بتصرف لهم كنوع من المساهمه في تكاليف البحث وزي سبسيدي كده او اعانه للاساتذه عشان تشجيعهم على البحث العلمي. اذا الجامعات المصريه لا تدخل ابدا وشغاله وفيها شغل كويس جيد جدا بمناسبه في جميع المجلات العلميه من اول نيتشر والساينس والايكولوجي مرورا بالمجلات اللي هي نقدر نقول اللي هي بتيجي في النطاق الاوسط في الامباكت فاكتور او المعامل التاثير اللي احنا بنقيم به الباحثين. عندنا باحثين كويسين جدا في الجامعات المصريه كلها مش جامعه كونسلز بس، عندنا موست سايتد ريسيرشر في جامعه كونسلز بقى له اكثر من 10 سنين، عندنا معظم الباحثين خاصه الجيل الوسط وجيل الشباب، لان الجيل القديم كان بينشر بحث علمي متميز في مجلات عالميه بس كانت شهره الاي اف الى اخره ما كانتش موجوده، لكن حاليا معظم الباحثين دلوقتي بيدور على المجلات العلميه المحكمه دوليا والمعترف بها عشان تسهل له الامور في عمليه التحكيم، وبالمناسبه وعشان يلاقي بوزيشن كويس او ياخد تمويل من وزاره الاتش بي اس او الاكاديميه البحث العلمي في وزاره التعليم العالي او من وزاره التجاره او الصناعه الى اخره. عظيم. كل الشكر ليك يا فندم دكتور ناصر مندور رئيس جامعه قناه السويس، شكرا جزيلا لحضرتك. دكتور هرجع لحضرتك طبعا مره ثانيه، زي ما كان دكتور ناصر بيتكلم الاشكاليه الاساسيه هي الباحث، هو زي ما بيتكلم هو العامل الاساسي عشان نقدر ان احنا نوصل بالبحث العلمي والابتكارات بمصر لمصاف الدول. مش عيب ابدا ان احنا نعترف ان احنا في وقت من الاوقات كان عندنا مشكله وان احنا تاخرنا الى حد ما، ومش عيب ابدا ان احنا نبص للتجارب الناجحه وان احنا نقدر ان احنا خلينا نقول ناخد منها اللي يناسبنا ونقدر نبني عليه. لو احنا هنبص لتجربه ناجحه، اي تجربه ناجحه وايه العوامل نجاحها اللي نقدر نطبقه عندنا هنا في مصر؟ طيب شكرا لك، شكرا دكتور ناصر طبعا ومداخلته. انا بس كنت عايز نقطه صغيره، فكره القواعد البيانات اللي انا كان قصدي بيها فكره التكامل ما بين اعضاء هيئه التدريس والباحثين في مصر والمعامل الداتابيز اللي موجوده قاعده بيانات المعامل برضو اللي انا اعتقد ان هي محتاجه برضو مراجعه شويه. بمعنى يعني لو انا دلوقتي عايز اصنع موبايل في مصر انا محتاج ان انا اكون شايف ايه هي الباحثين اللي هيخشوا في هذا المجال وايه هي المعامل اللي موجوده في مصر اللي ممكن تساعد في ده عشان ابدا اصنع دوت. هل هذه الداتا بيز القواعد دي موجوده؟ انا اعتقد ان محتاجه ان احنا نبص عليه شويه. بالنسبه لسؤال حضرتك وطبعا البحث العلمي في مصر زي ما دكتور ناصر قال مشكورا، فعلا الباحثين المصريين متميزين جدا صحيح، ولكن في نقطه خلينا نقول المزايا والعيوب برضو. احنا البحث العلمي في مصر مبني على الانديفيدوالز يعني على الافراد وليس مبني على التيم ورك او اللي هو العمل الجماعي، وهي دي نفس النقطه ان احنا ما عندناش داتا بيس قويه نعمل انتجريشن او تكامل ما بين الناس. حضرتك سالتي على ان الدكتور او الباحث هو عصب هذه العمليه، نعم هو قائد السفينه، انا بعتبر ان كل باحث كل استاذ في الجامعه هو معاه سفينه وكل الباحثين اللي معاه هم في هذه السفينه وهو مضطر ومطالب ان هو تو جايد الناس دي كلها عشان يوصلوا لبر الامان بالبحث العلمي بتاعهم. فلازم يكون هو متفرغ بشكل كبير للبحث العلمي، لازم يكون عنده المعامل والفاسيلتيز والانترنت القوي والكمبيوتر السريع ان هو يقدر يرن الحاجات اللي هي كل العوامل اللي هو محتاجها ايا كانت هي ايه بالظبط. ولازم كمان ان هو التوجيه المعنوي للباحث الباحثين الشباب، لان البحث العلمي مش حاجه سهله، احنا ممكن ناس تقعد 3-4 سنين ومش عارفه تطلع كونتريبيوشن معين او اضافه معينه، فمحتاج دايما السبورت او الدعم. وفي ناس طلعت يا فندم فعلا ومحدش اتكلم عليهم ومحدش يعرف عنهم حاجه فاحبطوا بالظبط. فهي الاستاذ الجامعي دوره هو قائد هذه السفينه، ممكن ان السفينه دي في الاخر ما تطلعش حاجه ويبقى في منطقه ضبابيه، وممكن ان هو يقدر
تو فيزيت اماكن كتيره، يعني يقدر يطلع ابحاث مختلفه في توبكس مختلفه والناس تستمتع كمان فيه، ويمكن تعميمها طبعا، يمكن تعميم النتائج بتاعت هذه الابحاث. كنت عايز اعرف حضرتك يعني ايه الابحاث التطبيقيه؟ الابحاث التطبيقيه هي مبدئيا دي نقطه مهمه جدا، ان احنا دلوقتي فكره حتى ازاي ان انا البحث التطبيقي بيبدا ب literature survey او دراسه مرجعيه على توبيك معين، بعد كده ان احنا محتاجين نعمل برامج كمبيوتر حاسوبيه عشان نتاكد من هذه النتائج، ثم بعد كده عمليه ان احنا بقى نطور في هذه النتائج، وبعد كده يبقى في عندي معمل ان انا بعد النتائج اللي انا توصلت لها ديت اقدر انفذها على المعمل في المعمل بشكل قوي، اقدر اقارن النتائج اللي انا شفتها في المعمل بالنتائج اللي على الكمبيوتر، وبعد كده نبدا نقول طب انا هصنع بقى هذا المنتج واحسن فيه بشكل معين. دي هي البحوث التطبيقيه، ولكن البحوث الاساسيه مهمه جدا، ما نقدرش نستغنى عن الماثيماتكس، ما نقدرش نستغنى عن الفيزيكس والكيمستري والبيولوجي، هي اللي هتوصلني البحث التطبيقي اصلا بالظبط، هما ده الاساس. والعلوم الاساسيه نقطه مهمه جدا وهي الاساس اللي انا هبني على اساسها الابتكارات في المجالات المختلفه الثانيه، عشان كده العلوم الاساسيه محتاجين برضو نهتم بيها بشكل كبير. وعشان كده نقطه الجامعات دلوقتي في التدريس، الناس بره ما بقتش بتمتحن الطلبه اللي هو خد الاساينمنت دوت، وخصوصا دلوقتي مع وجود الاي اي والتشات جي بي تي والحاجات ديت، خلاص انا مش محتاج اسال، انا محتاج ان انا اتست الكومبتنسز او المهارات والسكيلز بتاعه الطالب عن طريق البروجكت بيز ليرنينج، او اللي احنا بنسميها المشروع الكورسز او المناهج التي مرتبطه بمشاريع اثناء الكورس نفسه. وده في الحقيقه اللي احنا في جامعه النيل بنتمنى، احنا عندنا الايفنت رقم 16 يعني في شهر اوجست اللي جاي دوت، وده للاندر جرادويت ريسيرش فورم، اللي هو ازاي ان انا اثناء الدراسه وانا باخد كورس فيزيكس بضيف عليه بعض المشاريع البحثيه اللي الطالب يفهم من خلالها ايه، وعلى اساس دوت بيبدا ان هو السكيلز بتاعته تكبر. ولسه امبارح انا عارف في طالب عندنا نشر وهو لسه اندر جرادويت 6 بيبرز ورايح بي اتش دي دايركت في كندا مباشره، وهو لسه ما اتخرجش، هو كل ده وهو لسه هيخرج كمان فيو مانثس. فوي نيد ان احنا محتاجين ان احنا نشجع الباحثين، نشجع المواهب، نشجع الابتكار، وشكرا لك. طيب يعني اخيرا يا فندم، حسب تجربة حضرتك، وأكيد حضرتك سافرت كتير برة، يمكن شفت حتى تجارب التعامل مع الباحثين في دول أخرى، إيه اللي بيتم توفيره سريعا جدا للباحثين هناك محتاجين نوفره هنا؟ أول حاجة زي ما دكتور ناصر تفضل وقال، إن هناك الباحث بيبقى عنده المعمل بتاعه، بيبقى قاعد ديديكيتد، قاعد مستقر، بيشتغل على نقطة بحثية واضحة، معاه بروفيسور بيتابع بشكل مستمر النتائج بتاعته، عنده كل المعامل الموجودة، في تيم ورك موجود، في تعامل مع الصناعة بشكل كبير، بشكل ان هو يقدر لو انا عندي مشكلة اقدر اسأل المستخدم نفسه انت عايز ايه منها، عايز توصل لايه بشكل اكبر. في عندنا كمان المؤتمرات، المشاركة في المؤتمرات والمجلات العلمية وورش العمل، التفرغ الكامل نقطة أساسية، ومن غيرها مش هنعرف نوصل لباحث متميز، ودي كريتيكال بوينت، بجانب طبعا الارتباط ما بين الصناعة والجامعات، لأن احنا عندنا في مصر الصناعة خايفة والجامعات خايفة، الاتنين مش عارفين يكلموا بعض. طيب خوف الجامعات من ايه؟ يعني ممكن يكون خوف الصناعة لسه بحث جديد وعايزين نشوف إمكانية تطبيقه، ممكن تكون إمكانيات مادية تمويل، ده ممكن يكون خوف الصناعة، إنما الجامعات ممكن تكون خايفة من إيه؟ الجامعات مش خايفة، بس الجامعات ما عندهاش المعلومات اللي الصناعة محتاجة، عند مشاكل الصناعة. يعني أنا ما كنت في جامعة الملك عبد الله في كاوست، فكانوا عاملين دايما مؤتمرات، المؤتمرات دي بتجيب المؤسسات الصناعية والشركات الكبيرة، بتعرض التشالنجز والمصاعب اللي في هذه الصناعات عشان تبقى جاهزه للبحث العلمي واستنتاج الايه وحلول وايجاد حلول، والكلام ده من خلال خبراء وباحثين
واحيانا بيستدعوا ناس من حتت كتير من العالم عشان يجوا يحلوا مشكله معينه مثلا في شركه اكس او في شركه واي. وبيبقى في احنا قعدنا 4 ايام ما بنعملش حاجه غير ان احنا بنناقش هذه المشكله وبنطلع حلول ونطلع كتيب من خلال خبراء مختلفين من اماكن مختلفه عشان في الاخر نيجي نقول والله انت عندك كذا حلول الحل دوت افضل لكذا لو انت عايز ده افضل لكذا ان سواء. حتى لو ما حلناش دلوقتي فاللي جاي بعدنا هيبني على اللي احنا وصلنا له. بالظبط كده. نشكر حضرتك جزيل الشكر طبعا دكتور احمد جمعه نائب رئيس جامعه النيل الاهليه للبحوث، نورتنا في صباح الخير يا مستر. ربنا يخليك. شكرا. شكرا جزيلا ليك يا فندم. شكرا يا فندم. بكده مشاهدينا نكون خلصنا حلقتنا، بنشكر حضراتكم على المتابعه، بكره ان شاء الله حلقه جديده من صباح الخير يا مصر في نفس الميعاد، وصباحكم زي الفل.